السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسكم بالخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، متابعين قنوات الكأس أينما كنتم، حياكم الله في هذه التغطية لسباقات قطر على مضمار نادي السباق والفروسية في الريان. اليوم عندنا على المضمار العشبي سباقات مهمة، طبعا احنا راح نغطي معكم ان شاء الله من الشوط الخامس لين الشوط الثامن، اليوم 8 أشواط. وبارك لكل من فاز طبعا في هذا الأشواط من الأول للرابع، ونقول كل التوفيق ان شاء الله للمشاركين من الشوط الخامس لين الثامن. بعد قليل راح نفتح معكم الشوط او ملف الشوط الخامس، وحياكم الله. They're off and racing. أيها السيدات والسادة، أيها المتابعون الكرام، انطلق الشوط الأول لهذه الأمسية للخيل العربية الأصيلة على مسافة 1100. أزال على المركز الأول لمصلعة الباند ميول والشقب ريسينج. إذا مشاهدينا ومتابعي الكرام، نشوف معاكم استذكار الأشواط، وهذا الشوط الأول اللي احنا نشوفه معاكم، الشوط الأول للخيل العربية الأصيلة المبتدئة لعمر 4 سنوات على مسافة 1200 مكينس ملك الشقب ريسينج. هم انحلوا في المركز الأول مع المدرب الفرنسي الباند ميول والخيال خالد أو علي بن خالد المسلم، ألف مبروك لهم. وهذا اللي احنا نشوفه الآن الشوط الثاني، طبعا الشوط الثاني من الاشواط الجميله. جلنور حل في المركز الاول ملك سلمان محمد العمادي، الف مبروك له. ونشوف معاكم الان الشوط الثالث مشاهدينا الكرام، طبعا الشوط الثالث العضيد حل في المركز الاول ملك السيد عبد اللطيف حسين زين العمادي بقياده المدرب ابراهيم المالكي والخيال البرتو سنة، الف مبروك له. من الشوط الثالث الى الشوط الرابع، الشوط الرابع طبعا اللي حل فيه زازيفه ملك السيد ابراهيم بن سعيد المالكي وقياده المدرب نفسه ابراهيم المالكي والخيال رونالد تمز. زازيفه من الخيل المميزة للمسافات القصيرة من سلالة سيوني، ألف مبروك لهم ويستهلون هذا الفوز. طبعا اليوم مشاهدينا ومتابعينا الكرام عندنا أشواط مهمة، وأهم هذه الأشواط اللي هي الشوط الثامن والشوط الأخير طبعا على كأس لفان للخيل المهجنة الأصيلة بمشاركة مجموعة أو نخبة من الجياد. نقول كل التوفيق إن شاء الله لجميع المشاركين. بداية خلوني أرحب بضيوف اللي بارقوني طول هذه التغطية إن شاء الله، اللي هو المدرب الغدير السيد حسين عاشور، كذلك من سلطنة عمان الشقيقة المدرب السيد بدر البلوشي، حياكم الله يا إخواني. طبعا قبل نتكلم عن هذا الأشواط، خلونا نشوف معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام هذا التقرير اللي يتكلم عن الجولات المتبقية. مع انتهاء 15 سباقا من برنامج الموسم الحالي لسباقات الخيل، تبدو الصورة خالية من سيطرة لمربط أو مزرعة على حساب بقية المشاركين في السباقات نظرا لتقارب مستويات الخيل. الكثير من الأشواط في الفترة الماضية تم حسمها في المتر الأخير من السباق في ظل رغبة الجميع في حصد الألقاب والحصول على الجوائز المالية المقدمة هذا الموسم، كما لا توجد سيطرة لمدرب أو خيال على المراكز الأولى حتى الآن. كل هذه المعطيات تمنح الجميع الفرصة للتنافس والوصول إلى مراكز متقدمة على سلم الترتيب المتعلق بالأفضل من حيث الجوائز المالية، سواء على مستوى الملاك أو المدربين وكذلك الخيالة. وها نحن اليوم نعيش على وقع السباق 16 على كأس راس لفان، وبالتحديد على مضمار الريان العشبي، وننتظر الجولات الأربع المتبقية والتي من المنتظر أن تشهد حماسة وإثارة في خطواتها الأخيرة. وستحبس الأنفاس مع إعطاء إشارة انطلاق الشوط الثامن والأخير المخصص للخيل المهجنة الأصيلة، وهو شوط مشروط يبلغ مجموع جوائزه 100,000 ريال قطري ويمتد على مسافة 2000 متر. ولا تختلف قيمة جوائز الأشواط الثلاث المتبقية، حيث بلغ سقف كل واحدة منها 60,000 ريال قطري فيما تختلف المسافات. فالخامس المخصص للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ درجة ثالثة يمتد على 2000 متر، وأما السادس للخيل المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات يقتصر على 1200 متر، فيما يصل مدى الشوط السابع. وقبل الأخير للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ الدرجة الثالثة إلى 1600 متر، ولكم أن تستمتعوا بإثارة هذه المنافسات. لان شفنا معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام هذا التقرير يتحدث عن سباقات اليوم، واهم سباقات اليوم طبعا الشوط الاخير اللي هو الشوط الرئيسي على كاس راس لفان للخيل المهجن الاصيل. اليوم عندنا الجوائز اكثر من 500,000 ريال قطري بمشاركه 85 من الخيل. خلونا نشوف معكم مشاهدينا الكرام جدول سباقات اليوم.
مشاهدينا الكرام، راح نغطي معكم اليوم من الشوط الخامس لين الشوط الثامن إن شاء الله. راح يبتدي بعد قليل الشوط الخامس. الشوط الخامس من الأشواط المهمة تعتبر للخيل المهجنة الأصيلة، شوط هنديكاب على مسافة 2000 بمشاركة 10 من الجياد، ولكن هناك أسماء مرشحة في هذا الشوط. أبو علي الله يمسيك بالخير، طبعا الشوط الخامس من الأشواط المهمة، أعتقد أن راح نشوف منافسة قوية ما بين إنديان هورسمان وما بين الجواد رقم 10 تيري من سلالة فنجان. السلام عليكم. أول شيء كلنا بنعرف اليوم السباق عشبي، واللي أهم هو على التوسعة الجديدة. يعني اليوم التوسعة الجديدة معنا تعمل فارق كتير مع الخيل، وبتغير كتير نتائج بالخيل، لأنه بتعرف في خيل جايتك من برا بتحب المستقيم الطويل. طبعا التوسعة الجديدة طولت، أعطتك مسافة كبيرة بالأمتار المستقيم يعني، فعمل فارق. شفنا الخيل صارت في أريحية، إلى الخيل صارت تأخذ مجال أكبر بالتوسعة الجديدة، صار الكوع أريح من أول لأنه كبر الكوع، صار أريح للخيل الثوربريت. فاليوم بيصير في تغيير نتائج كبيرة على التوسعة. طبعا لكل الخيل هي أفضل بكل المقاييس، أفضل التوسعة الجديدة. الشوط هو مثل ما قلنا 70-90 مسافة 2000 متر، 2000 مسافة طويلة يعني تعتبر. شوط مثل ما تكلمت عليه 10 خيول كلها مو بسيطة. نحن نتكلم على المرشحين، على آخر نتائج لهم هي كانت إيجابية. صحيح. ولكن كل الخيل مو بسيطة يعني، كل سوبر ماتزم كذلك من الأسماء المهمة في هذا الشوط. عندك عندك رقم واحد اللي هو انديان هورسمان على سيوني، يعني حصان ما شاء الله نتائجه الأخيرة جاي على مسافة 1600، جاي المركز الأول. اليوم راكبه صالح سالم المري الخيال القطري بسماحات 5 كيلو، ما شاء الله يعني شفناهم اليوم أكثر من سباق أبدعوا فيه الخيال القطري. شوطين اليوم لحد الآن أنا شفتهم فازوا بشوطين، عم يعملوا شغل الخيال القطريين، ف عم يغيروا بالنتائج. عندك ارو على رقم 2 على ترنادو، اتوقع اولاد كمان راكبوا متعب علي سعاق سماحات 5 كيلو، كمان اولاد ترنادو بيحبوا المسافات الطويله. عندك هسدلين، هسدلين على سيزا ستار، سيزا ستار كلنا بنعرف بيحبوا المسافات الطويله اكثر واكثر. مهر بعمر 4 سنوات، نتائجه الاخيره كلها ايجابيه. هذا الحصان نقطة عند هذا الحصان، راكب الخيال البروفيشنال اللي هو رونان توماس، نعم. خبرته بالسيدة الطويلة رونان توماس أفضل مجتهد جدا. عندك المهر الأزرق ماونت فوجي، كمان سلالة طويلة على دارك أنجل، يعني مايلر بين يعطيك دارك أنجل كل المسافات تبر، هو صحيح أفضل على المسافات القصيرة أنا مشان، ولكن يعطيك كل المسافات. عندك سوبر ماتيزم، كلنا بنعرف هذا الحصان، كلنا نتائجه يعني له مفاجآت هذا الحصان، ولكن آخر مشاركة له على الأرضية الرملية، إجي بالمركز الثاني، شارك بالأرضية العشبية ما سوى شيء. أتوقع يعني حمد جاني واثق من الحصان، رجع للفورما فمشارك فيه. نعم. عندك الحصان دراماتيك سانديز على فوت السب إن ذا ساند، ما شاء الله يعني كلنا بنعرف فوت السب إن ذا ساند الفحل هذا، عياله أبدعوا بأرضية مضمار الريان بكل مقاييس. عندك مونزا دريم على هولينج، حصان نتائجه على المسافة 2000 بالذات نتائجه إيجابية، يعني جاي بالمركز الثاني وراء جواد رقم 3. هسديان شوف ولد دباوي رقم 9 وراك، شوفوا ستار اوف ذا وور عندك رقم 8، مسافة طويلة كمان جيد بيطلع راس الأزرق، تتكلم على رقم 8 صحيح؟ 9 ولد دباوي 9 هذا هو وراك. شوف الحصان ويمس وير صحيح دباوي، شوفه راح ما شاء الله. نعم ما شاء الله بالفعل حالته فارقة تبارك الله. حلو مهر عمره 4 سنوات، يعني بأحلى عمر هذا ما شاء الله. ما شاء تبارك الله، الله يبارك ما شاء الله. ملك مربط إنجاز تدريب. طيب بعلي بخلك تشوف الخيل على راحتك. بدر بلوش أبو يوسف الله يمسك بالخير، سعيد بتواجدك طبعا في هذه التغطية. أعتقد أن اليوم عندنا سباقات مهمة، الشوط الخامس راح يبدأ بعد قليل. حسين تكلم عن جزء كبير من الخيل، وهناك كذلك أسماء مهمة
ما تكلم عنها في هذا الشوط. أكيد بيوسف مسيكم بالخير ومسي مشاهدين قناة الكاس. اليوم طبعا على الشوط الرئيسي على كاس طبعا راح تنافس الخيل في آخر شوط كاس رأس لفوان. وصلنا طبعا بيوسف للشوط الخامس مثل ما تفضل أخوي حسين، شوط صعب التنبؤ بالفائز فيه يكون شوط هانديكاب تصنيف 70-90. الخيل أغلبها متقاربة المستوى، نشوف اليوم طبعا راح تشارك على مسافة 2000 متر. أغلب الخيل تجي طبعا المشاركة على هالأرضية وهالمسافة. راح إن شاء الله ننتظر شوط تنافسي وقوي إن شاء الله الآخر الأمتار أبو يوسف. في الشوط في عدة أسماء مرشحة للظفر بي أبو يوسف، يتقدمهم طبعا اللي هو سوبر ماتزم عند أبو أحمد حمد الجهني مع الخيال جي بي جامبر. سوبر ماتزم طبعا تصنيفه 82. الحصان جاي من آخر مشاركة مركز ثاني على مسافة 1900 متر على الأرضية الرملية. اليوم نشوف الحصان مشارك على الأرضية العشبية، ما عنده مشكلة، الحصان عنده 3 انتصارات في الأرضيتين فما عنده مشكلة، هو أبرز المرشحين بيوسف. ثاني ترشيح يكون عند دراماتيك ساند مهر 3 سنوات ابن فوتس ستيبس ان ذا ساند مع المدربة دبي ماونتن مع الخيال القطري فالح بغني حمل الوزن 55. راح نطلق البوابة الثامنة طبعا. هالمهر عنده مشاركة وحيدة على أرضية الريان من أقل من شهر أبو يوسف، حل مركز سابع. هذه راح تكون مشاركة ثانية، أكيد راح يكون الأداء أفضل أتوقع إن شاء الله، لأن بكون إن الخيل اللي تجي أول مرة تشارك شوي يبي لها ما تتقلم على المضمار ويوسف. ما ننسى طبعا هيسدين طبعا المهر هذا تحت تدريب إبراهيم المالكي ومع الخيال المتألق رونان توماس، راح نطلق البوابة الرابعة أيضا من الخيل مرشحة للظفر بهالشوط. ونشوف آخر نتائج على الأرضيتين على الأرضية العشبية عفوا، حل مركز ثالث ثاني وفاز على نفس هالمسافة المسافة 2000 متر. أتوقع أن راح يكون رقم صعب أبو يوسف اللي هو هيسدين في هالشوط. نعم طيب، أبرز المرشحين أبو علي بالنسبة لك في هذا الشوط؟ والله الترشيح صعب، يعني قد ما قلت لك الترشيح صعب، يعني كأشكال خيل يعني رقم 9 مثل ما أنت قلت عنه راكب الخيال بروفيشنال، يعني شايل وزن جيد 54 كيلو، يعني جيسون واتسون ويس وير الحصان ابن دباوي، يعني من افضل الخيول الموجوده يعني حاليا. هالحصان جاي راكد مع الخيل اغلبها جاي مراكز يعني خامس رابع معاها مسافه 2000، اتوقع مسافه محببه له. يعني الحصان مو بسيط نهائيا، راح يكون حصان خطير. من هو ذي الحصان؟ رقم 9 ترشحه؟ طيب ابو علي لا انت مختار. لا انت شوف يغششني لا والله ما اخذ منه. طيب ايه تيري حصان بطل، حصان اخر مره يعني حصان جيد، حصان جاي المركز الاول اخر مره على مسافه ال 2000 على المقدام. لا الحصان رقم 10. الحين احنا تكلمنا عن الشوط وتكلمنا بشكل عام، ابغي ترشيحك. خلي يرشح هو. شوف بعدين ما تطلع حجه ها؟ زين. اهم شيء ما يحتاج بعدين يقول بدل رشح قبل. توكل يلا. لا بالدور واحد وما. لا ما في بالدور، انا راح ارشح ابو يوسف اللي هو رقم 6 دراماتيك ساند. دراماتيك ساند. نعم مع فالح بغنيم. نعم. نعم مع فالح بغنيم، اتوقع انه راح يكون. اسمعنا ابو يوسف رشحته. مهر طبعا عمره 3 سنوات. المهر هاي ثاني مشاركه راح تكون له في خيل ممكن ابو يوسف يعني هي ابرز ومعروف مستواها. هذا المهر بعده ما حد يعرف مستواه، شارك مشاركه وحيده في الجينيس في 1600 حل مركز سابع، هاي المشاركه الثانيه. طيب ابو علي انا الله يسلمك محتارها. والله محتار بيني وبينك، ارقام متحير يعني يعجبني بدر واثق الخطوة يمشي ملكا. شوف اذا تبغي تضمن روح مع رقم 1. خلاص رقم 1 انديان هورسمان. طيب وانا اروح مع رقم 3 في هذا الشوط ان شاء الله عليك. و
والجواد رقم 10 تيري من الجواد المهمة كذلك عند المدرب جاسم غزالي وخيال خالد مسلم ملك حمد بن عبد الرحمن العطية من الأسماء القوية على الفحل فنجان فأعتقد أن اليوم راح نشوف منافسة قوية. طيب وعلي المسافة 2000 انطلقت هذا الشوط كيف راح تكون تكتيك الخيالة خطط المدربين لهذا الشوط مسافة 2000 أعتقد الكل متوخي الحذر الكل بيكون في وضع الانتظار راح نشوف الانطلاقة الفعلية في الأمتار الأخيرة. الانطلاقة ما راح تكون سريعة مثل الرملي ولا لأنه التوسعة الجديدة طويلة شوي السيدة طويلة متعبة للخيل أتوقع الخيل المرشح راح تكون محافظة على مواقعها راح تكون السرعة مو بعالية جدا لأنه كل حذر من الثاني راح نشوف كل واحد راح ياخذ موقعه لأنه في مدربين عندهم أكثر من راس بالشوط عندك دبي مونتن عندك أكثر من راس من الشوط عندك يعني في تشكيل بالخيول. نعم طيب أبو يوسف حظوظ السوبر ما تزم مع المدرب حمد الجهني والخيال جيبي جيمبر أكيد أبو يوسف أنا مثل ما تكلمت في بداية الشوط كل اللي حظوظه في الشوط حظوظ هذا الجواد سوبر ماتزم هو أبرز المرشحين أبو يوسف في الشوط وبعدين نشوف آخر مشاركة له في قبل يعني تقريبا أسبوع حل مركز ثاني على خلف رومان لوجان نعم رومان مولدي رومان ميلودي نعم فارق نص طول فقط اليوم نشوفه يردع على الأرضية العشبية لحظوظه الحصان ومن ضمن الخيل المرشح أبو يوسف من ضمن الخيل المرشح اللي هو سوبر مادزم أيضا ما ننسى أبو يوسف موردان دريم مع أبو أحمد مع المدرب حمد الجهني ومع الخيال كارلوس هنريك الوزن 54 من ضمن الخيل المرشحة ويؤدي على هالمسافة أبو يوسف. طيب نقول كل التوفيق إن شاء الله لجميع المشاركين مشاهدينا ومتابعي الكرام الشوط الخامس راح ينطلق بعد قليل من الآن للخيل المهجنة الأصيلة بمشاركة 10 من الجياد على مسافة 2000 نسأل الله السلامة والتوفيق لجميع المشاركين نتابع هذا الشوط نرجع إن شاء الله ثاني مرة إلى هذا الاستديو التحليلي المدرب جاسم حمد الغزالي ملك السيد حمد بن عبد الرحمن بن حمد العطية والخيال هنا علي خالد المسلم والانطلاقة من البوابة التاسعة هذه أسماء الجياد التي تتجهز للدخول للبوابات المخصصة لها كما نشاهد وإياكم مشاهدين الكرام شوط لمسافة 2000 متر ترشيحات ما بين سوبر ماتزم ودراماتيك سانز ونشاهد هنا الجياد ومشاركة ثنائية للسادة مربط إنجاز من خلال رقم 1 أنديان هورسمان وكذلك رقم 9 ومسوير بالشعار البرتقالي أيضا مشاركة ثنائية للمهندس حسن العبد الملك لتابع هذا الشوط من خلال مشاركتين رقم 4 ماونت فوجي وتدريب ديبر موتن التي أيضا تدرب رقم 6 دراماتيك سانز مع الخيال فالح بوغنيم نتمنى التوفيق والسلامة جورج ميكلدس وتواجد مع ستار أوف وور للسادة مزرعة الوسمية وتواجد الخيال مايكل جوزيف بيرتو إذن هذه أسماء الجياد المشاركة و ننتظر ادخال جاد الان دخول انديان هورسمان المهر الاحمر عمره 4 أعوام الى البوابه السادسه اعلى الاوزان 60 كيلوغرام مع انديان هورسمان مع الخيال صالح سالم المري كذلك الان دخول ستار اوف فور والبوابه العاشره كذلك نشاهد اورو وسلاله تورنادو الى البوابه السابعه ليحقق 3 انتصارات في فرنسا نشاهد الآن ثيري أقل الأوزان 53.5 مع الخيال علي خالد المسلم من سلالة فنجان إلى البوابة التاسعة من تدريب جاسم الغزالي رقم 5 كذلك ودخول إلى البوابة سوبر ماتزم الآن إدخال شعار المهندس حسن عبد الملك من خلال موت فوجي ودراماتيك سانز نتمنى التوفيق إذن والسلام لكل المشاركين ومسوير سلالة ديباوي وتواجد الخيال جيسون واتسون عمره 20 سنة يشارك في هذا الشوط مع تدريب علي يوسف الكبيسي والجهاز جاهزة للانطلاقة كل التوفيق للجميع بإذن الله
بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق الشوط الخامس للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ درجة الثالثة على التوسعة الجديدة لمسافة 2000 متر بمشاركة 9 جياد بعد انسحاب رقم 3 سوبر مازم مرشح للفوز في المركز الأول من تدريب وملك السيد إذن حمد المالكي الجهني مع جيمي جامبر في المركز الثاني أيضا لنفس المدرب مور ذان دريم رقم 7 مع الخيال كارلوس هيريك وملك السيد أحمد حسن المالكي الجهني في ثالث المراكز محاولات من أرو وسولا تورنادو ورقم 2 مع المدرب سعيد محمد شافي الشافي ملك السادة مربط العز والخيال متعب علي الصعاق أيضا محاولات من وسط الجياد بالشعار البرتقالي من خلال تدريب السيد علي يوسف الكبيسي ومس وير رقم 9 مع الخيال جيسن واتسون والسادة مربط إنجاز الجياد ككتلة واحدة تدفع نحو المنعطف قبل الأخير نشاهد الصدارة حتى الآن مع سوبر مادزم يبحث عن الانتصار الرابع له في هذا المضمار نشاهد وياكم التقدم والدفاع للمالك الجهني سوبر مادزم مور ذان دريم محاولات أيضا من أرو في المركز الثالث لبو محمد ولكن أيضا محاولات من السادة مربط إنجاز من وسط الجياد نشاهد تقدم أيضا ماونت فوجي وسلالة دارك أنجل مع ديبر ماونتر والمهندس حسن عبد الملك ويفار روسي الجياد الآن عند الانعطاف قبل الأخير اندفاع قوي للجياد مع سوبر مادزم إلى الصدارة والمركز الأول المالك الجهني في الصدارة والوصافة المركز الثالث الآن ويمسوير من الجهة الخارجية أيضا ثيري محاولات مستميتة في هذا الشوط التوجه نحو المنعطف الأخير وتوسع الجديدة والخط المستقيم سوبر مادزم حتى الآن يحل في الصدارة محاولات مستميتة من خلال سوبر ذان سوبر أو مور ذان أدريم أيضا من البقية الباقية إذن نشاهد سوبر مادزم يحتل الصدارة بامتياز حتى الآن من البداية حتى النهاية من خلال بو أحمد الصدارة في هذا الشوط مع أبرز المرشحين محاولات من مربط إنجاز عند الأمتار الأخيرة ولكن فعلا هنا سوبر مادزم المرشح القوي مور ذان ريدي يفوز في هذا الشوط مع المالك والمدرب السيد حمد أحمد حسن المالكي الجهني والخيال جي بي بانجر وأيضا هنا تواجد أنديان هورسمان محاولات كانت مستميتة عند الأمتار الأخيرة في هذا الشوط شوط جميل جدا والصدارة في هذا الشوط بانتظار اعتماد النتيجة من قبل لجنة المعتمدين إذن هنا نشاهد سوبر مادزم في صدارة هذا الشوط واندفاع قوي جدا من خلال رقم 1 أنديان هورسمان مع المدرب محمد الغزالي والسادة مربط إنجاز والخيار صالح المري بانتظار إذن اعتماد النتيجة في هذا الشوط إذا تابعنا معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام مجريات هذا الشوط الشوط الخامس المخصص للخيل المهجنة الأصيلة على مسافة 2000 بالفعل شوط قوي شوط حماسي أعتقد أن سوبر ماتيزم هو منحل في المركز الأول بدخول قوي من أنديان هورسمان فبنتأكد من النتيجة الآن من طبعا لجنة المعتمدون طبعا راح يجتمعون الآن وبنتأكد من النتيجة بس الله أعلم الواضح لنا أن سوبر ماتيزم ودخول قوي من الجواد أنديان هورسمان فبعد شوي راح تعلن النتيجة أنا أشوف اللي واقف الآن سوبر ماتيزم نعم بالفعل هو رقم 5 سوبر ماتيزم ألف مبروك للسيد حمد بن أحمد الجهني يستاهل هذا الفوز والمدرب حمد نفسه والمالك هو المدرب والخيال جيبي جمبر ألف مبروك لهم يستاهلون هذا الفوز شوط قوي أبو علي أعتقد السريع بداية هذا الشوط دخول قوي من الجواد أنديان هورسمان صحيح مثل ما شفنا صالح لو نشوفه على الكوع كان شوي كان مسكر عليه الطريق ولكن دخل دخول قوي ولكن سوبر ماتيزم ما شاء الله عليه أخذ الشوط كان متصدر الخيل وخلص النهاية بالصدارة تبارك الله حصان نفسه قوي حصان كان ما شاء الله ماشي بطريقة توب تبارك الله شوف أخذ القيادة من أول الانطلاقة مع أن المسافة طويلة
ولكن حصان نفسه طويل، والحصان مثل ما انه يركض المسافة الألفين، حتى العشب عفوا الرمل جاي 1900 جاي المركز الثاني، نفسه طويل الحصان تبارك الله، عنده إمكانية انه يقاوم حتى السيدة المستقيم الجديد. فادوا الشوط اللي ركضوا على المضمار الرملي، فادوا بالعشبي ما شاء الله. حصان بالفعل شوط، شوف يعني انطلاقة من الستارت للفينش بالمركز الأول. الخيال جي بي جامبير معروف لما يطلع بالمقدمة صعب يتنازل، هو حار على الخيل وصعب يتنازل، كنا بنعرف جي بي كامير وقت بيطلع حتى يعني أغلب الأشواط صعب كثير إنه يتنازل، وقدر يأخذ الصدارة ما شاء الله. بس حصان عنده إمكانية كبيرة، نبارك لأحمد المالكي الجهني مدرب، نبارك لحمد أحمد حسن المالكي الجهني المالك الأب والابن تبارك الله، فريق جيد ما شاء الله، فوز جيد ما شاء الله، مشاركة براسين لجهني حمد، عرفي التكتيك الشوط، ما خاف من التوسيع الجديدة، ما خاف من المستقيم، عطى قرار ان الحصان يطلع بالمقدمة، واثق بحصانه انه عنده امكانية ينهي المستقيم بالمركز الاول. الحصان شوف ما شاء الله عليه ما تعب، جدد وراح، حصان عنده امكانية كبيرة تبارك الله. اتوقع الحصان غير عن طبعا انديان هورسمان تأخر، ولكن هالحصان ان دول فارقين عن الخيل، انا بتوقع بالمستقبل راح نشوفهم باشواط اقوى من هاي الاشواط. سوبر ماتزم حصان امريكي يعني. نعم. طيب بنتكلم عن الشوط اكثر ابو يوسف، اعتقد منافسه قويه، سباق قوي، ترشيحات، يمكن تكلم عن الخيل كلها ولكن ما اصبنا في الترشيحات. اعتقد ان سوبر ماتزم من الاسماء القويه، يمكن في اخر لحظه تكلمنا عنه وتكلمنا عن حظوظه، فبالفعل هو حل في المركز الاول. اكيد ابو يوسف انت في اخر لحظه سالتني عن سوبر ماتزم وتكلمت قلت لك انه هو من ابرز المرشحين ابو يوسف في الشوط، وخصوصا هو راكض قبل اسبوع ترى الحصان على الارضيه الرمليه على مسافه 1900 متر حل مركز ثاني. نبارك الخوي يوسف من حل في ثلاث المراكز، والله ما يحضرني ثالث لان الخيل دشت يعني مع بعض بنشوفها مجموعة مع بعض. نبارك لاخوي حمد على هالاداء الطيب صراحه من سوبر ماتزم، قدم اداء ولا اروع، الاوردر اللي اعطاه للخيال جدا ممتاز، الخيال صراحه يعني قاد الحصان بطريقه جدا ممتازه، مرتاح الحصان من البدايه، صح طالع ليدر بس مرتاح كان الحصان، والدليل اللي شفناه في اول ما طلب منه في السيده الحصان عنده باور يعني مخزن الحصان، مو بس انه طالع قدام والحصان ما عنده طاقه، لا عنده باور يكمل، وما شاء الله شفناه هو ابرز الخيل في اخر 300 قوي عليه من انديان هورسمان. اكيد انديان هورسمان مع الخيال صالح سالم، شفنا شوي تاخر بعض الشيء كان من على هالحصان شوي متاخر بعض الشيء، يعني لو كان قريب كان رقم 8 هو اللي حل في ثالث المراكز مع المدرب جورج ميكاليدس. نعم ستار اوف وور دائما المدرب جورج ميكاليدس ما يشارك في شوط لبصمه فيه، شفنا ستار اوف وور هاي المهره في اخر ثلاث مشاركات كلها مشاركه على الارضيه الرمليه، اليوم شفناها على الارضيه العشبيه ايضا قدمت اداء ولا اروع. بس سوبر ماتزم ابو يوسف يعني حصان يبدا الشوط هو من البدايه الليدر ويخلص الشوط ويفوز في الشوط، اداء صراحه ولا اروع من هالحصان سوبر ماتزم، ايضا اداء جيد صراحه كان من انديان هورسمان، كان اخر الجياد من البدايه الى الكوع الاخير تقريبا، وبعدين شفنا منه دخول قوي صراحه من اللي هو انديان هورسمان. نبارك الكل اللي فازوا بالشوط يعني من المركز الاول للخامس. نعم. وان شاء الله اللي ما فاز يعوض ان شاء الله الايام الجايه باذن الله. يستاهلون هذا الفوز مشاهدينا ومتابعي الكرام. طبعا للحديث اكثر عن هذا الشوط الخامس انتقل الى زميلي صالح الأنصاري أبو عبد الله، الله يمسك بالخير ولك الكلمة. مسك بالنور يا أبو يوسف، أنت وضيوفك متواجدين في الاستديو متابعي قنوات الكاس الرياضية، خامس أشواط هذا المساء، سوبر ماتزم يعتلي الصدارة مع حمد أحمد الجهني المالك والمدرب، نرحب فيك على قناة الكاس، فوز مستحق، منافسة شرسة كانت على نهاية الشوط. صحيح الحمد لله رب العالمين، اليوم فوز الجواد سوبر ماتزم له يعني شيء كبير بالنسبة لنا.
طبعا طريقة الشوط صراحة كانت طريقة التوتر إلى آخر الأمتار، شفت الحصان اللي جاي من الصفوف الخلفية قدر يحصل على المركز الثاني، فارق جدا بسيط بينه وبين سبرماتيزم. الخيال جيبي جامبر قدر يعني يوصل الحصان بطريقة جدا ممتازة، أنه يكون الحصان في الصفوف الأمامية من بداية الشوط لين خط النهاية. الحمد لله رب العالمين، أداء جدا ممتاز من الجواد، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله في السباقات القادمة. قادم شو اللي سبرماتيزم شو اللي تشوفه؟ نشوف احنا يعني ثلاث مشاركات ما شاء الله، المراكز اللي كانت ثاني تاسع سابع الحمد لله رب العالمين. طبعا الحصان يعني خلاص راح نثبته على مسافة طويلة 2000 او 1800 متر وطالع، الحصان قدر يؤدي على الارضيتين. اعتقد ان السباقات الجايه راح تكون على حسب التصنيف اللي راح يطلع من الطارح اللي بنادي السباق الفروسيه، وبناء عليه راح تحدد وجهتها القادمه ان شاء الله. كمدرب ومالك للخيل كلمنا عن التوسعه الجديده. والله شوف التوسعه الجديده طبعا يعني سلاح ذا حدين، في بعض الخيل يعني ما عندها الترنفوت اللي يساعدها انها تاخذ يعني الخط المستقيم يعني لحد النهايه، لكن عندها نزعة في البداية وعقبها تقعد على نفس النسم، لكن في خيل محتاجة النسم العالي أو المستقيم الطويل أنها تقدر تحصل على انتصار. طبعا الحصان سبرماتيزم صراحة يعني من الخيل اللي قدرت تثبت نفسها في أول ظهور لها في المضمار في التوسعة الجديدة في الموسم الماضي، هو اللي حصل على الانتصار أو أول تجربة للمضمار، اليوم قدر يكرر انتصاره. سلطان المناعي وبدر البلوشي وحسين عاشور يباركون لك على الفوز ويتمنون لك التوفيق ان شاء الله. الله يبارك فيهم، وما قصروا صراحه على التغطيه، ونشكر قناه الكاس دائما اللي دائما ما تسعدنا بوجودها صراحه وتغطيتها لسباقات نادي السباق الفروسيه. واجبنا، الله يجزاك خير، الله يبارك لك. موفقين، الله يسلمك. تسلم. اذا الف مبروك لجميع المتوجين من خلال الشوط الخامس. ويوسف عندك الكلمة. أما زميلي صالح الأنصاري أبو عبد الله، شكرا جزيلا لك وكل الشكر والتقدير للمدرب والمالك الخيل سيدة حمد بن أحمد الجهني، ألف مبروك على فوز الجواد سبرماتيزم في هذا الشوط الخامس، وإن شاء الله دائما ما احنا نشوفه على منصات التتويج. أبو علي، رأيك في الشوط بشكل عام قبل أن ننتقل للشوط اللي بعده الشوط السادس؟ شوط جميل مثل ما شفنا، سبرماتيزم ما شاء الله عليه، يعني هو المرشح، صحيح المرشح الأول، ولكن قدر ما شاء الله يعني قدر يثبت أنه هو حصان يركض المسافات، يركض على العشب، يركض على التوسعة الجديدة. يعني مثل ما تكلم حمد أنه هو فايز على التوسعة الجديدة، يعني حمد شارك في رملي عارفان يوم اجت التوسعة، لأنه تعرف عندك أشواط بالتوسعة الجديدة وعندك أشواط على الكوع القديم، فاختار التوسعة واثق من حصانه، عنده يعني الحصان عنده نفس طويل، دائما نفس طويل بيساعده السيدة الطويلة. ومبارك له أداء توب ما شاء الله عليه. ما شاء الله تبارك الرحمن، مبروكين استلم هذا الفوز. أبو يوسف تبغى تقول شيء؟ نعم أبو يوسف، تعقيب على الشوط هذه الخامس قبل أن أفتح ملف الشوط السادس. أحب أعقب على الحصان اللي فاز اللي هو سبرماتيزم. أول شيء فاز بالسيناريو الأصعب، تتكلم عن مسافة 2000 متر يطلع لك حصان ما شاء الله تبارك الله ليد ويخلص الشوط. غير كذا أبو يوسف الحصان راكض ما شاء الله تبارك الله قبلها بأسبوع. أنا تفاجأت بهنديان هورسمان، يعني كان مخزن طاقة قوية، فما أدري هل هو تأخر ما حصل مكانه، ولك صورة في الفايز، الفايز بطل ما نختلف عليه. هذا أوردر، أكيد أوردر المدرب أن الحصان خزن المسافة بعيدة، مسافة 2000 متر، واستغل أن في توسعة جديدة في مسافة أطول راح تكون 470 أو 500 متر، فأنه راح يمديك دش على الحصان المتصدر. بس شفنا سبرماتيزم خذ راحته من البداية قدام وظفر بالشوط. بيوسف النقطة الثانية، الحصان راكض قبلها بأسبوع على مسافة 1900 متر، هذا شيء يحسب للمدرب انه ركض حصانه قبلها باسبوع حل مركز ثاني. نعم. وحافظ ايضا على اداء الحصان وسوى له ريكفري عدل، وشفنا اليوم حضور ممتاز في البادوك وايضا في المضمار وحل مركز اول. هالنقطتين بس حبيت اعقب عليه على هالحصان. طيب
اذا الف مبروك لكل من فاز الاشواط اللي راحت. نقول حظنا اوفر بما حالف الحظ مشاهدينا الكرام طبعا من الشوط الخامس الى الشوط السادس اللي راح يبدا بعد قليل ان شاء الله. الشوط السادس المخصص للخيل المهجنه الاصيله لعمر 3 سنوات على مسافه 1200 بمشاركه 12 من الجياد، ولكن شوط قوي. اعتقد ان شوط ابرز الاسماء اللي موجوده اكس فورس للسادة ثمامة ريسنج من يعني أقوى الخيل، آخر نتائج كانت إيجابية أول آخر 3 سباقات، وكذلك هناك أسماء لا يستهان فيها. أبو يوسف أعتقد الكل حط في باله أو حط في اعتباره أن إكس فورس هو أبرز المرشحين، مرشح فوق العادة، ولكن ما أعتقد أنه راح يخلونه على كيفه يطلع، أكيد أنه راح يجارونه على الأقل، ودهم أنهم يتغلبون على هذا الجواد، وأنا أشوف أنه رقم صعب وهو أعلى الريتات 112 ريت هذا الجواد. أكيد أبو يوسف مثل ما تفضلت أغلبهم أنه يشوفون أنه أبرز مهر حاضر في الشوط، أولهم حسين. شوف حسين على فكرة ذكي، بس احنا ما عرفنا خطتها في اول شوط لما قال بدر انت تبدا رشح هو عشان يحجز هالشوط يضمن النقاط. حول الله. انت سؤال، الشوط اللي اخترت هذا الشوط اللي راح اي رقم رشحت؟ انا رشحت اللي جاء رقم 6. رقم انو جاوبه والله لو فايز شو بيخلصنا منه، ترى من النوع اللي اذا فاز يحن علي والله العظيم. انا اي الحمد لله، هي دائما المنافسه حاضره موجوده سواء كانت في المضمار او عندنا في السيدي. هذه حالات سباقات، حلاوه سباقات الخيل، المنافسه والتحدي والاثاره. اي بس الرجال ما تخلص منه حتى لو طلعنا برا السيدي. ابو يوسف اكيد ابو يوسف اكس فورس هو ابرز المرشحين بالشوط. تشوف كل مشاركاته في اخر مشاركه في الموسم اللي طاف ختم الموسم مركز أول، وشفنا 3 مشاركات اللي في هالموسم كلها على الأرضية الرملية أيضا مركز أول، في آخر 4 مشاركات 4 أول. الحصان هو أبرز المرشحين بيوسف الشوط، بس نحط في بالنا نقطة أن اليوم المشاركة راح تكون على الأرضية العشبية مش الرملية. الحصان شارك الموسم اللي طاف على الأرضية العشبية، أداء شوي كان مغاير عن الأرضية الرملية. على الأرضية الرملية أداء كان أفضل. أكيد بسعيد شايف أن الحصان عنده ما يقدمه في هال الأرضية اللي هي الأرضية العشبية. أظن هو قد حل مركز ثالث تقريبا على الأرضية العشبية. أتوقع أنه أبرز المرشحين بيوسف اللي هو إكس فورس. ما ننسى ريتيرن تو سندرز، المهر أيضا مهر أداء جدا طيب، دائما ما يكون في الفورمة وحاضر في الميزان. نشوف آخر 3 مشاركات على المسافة، نفس المسافة مسافة 1200 متر، حل خامس بفارق مش كبير عن الخيل اللي فازت عليه. سكيب ذا كيو طبعا هالمهر بن اكليميشن، مهر طبعا ايضا من الخيل اللي راح تكون حاضره في الشوط بيوسف. ما ننسى في خيل يعني مش واضحه لنا، ما نعرف مستواها شو راح يكون، هنا نتكلم عن اللي هو رقم 3. مشاركاته برا كانت ما شاء الله، كل مشاركاته خارجيه كانت، اليوم راح تكون اول مشاركه له. نشوف اخر 3 مشاركات له على مسافه 1000 متر، حل مركز ثالث مرتين ومره التاسع، وراكض يعني اشواط كبيره. لستيد. نتكلم اي نعم يعني مو بسيط اكيد، يعني الحصان ركض في شوط تصنيف 0-105 حل مركز ثالث. كل المسافه اللي ركض عليها 1000، هذه المسافه 1200. 1200 بيوسف تظل مسافه سرعه، وال1000 متر مسافه سرعه، يعني اللي يركض الألف يقدر يواصل للألف ومئتين ويكون من الخيل اللي ممكن تظهر بالشو. بس أبرزهم اللي هو إكس فورس مثل ما اي نعم، ابرز المرشحين في الشوط اللي هو إكس فورس. نعم. بس ما ننسى الخيل انا اقول الجواد رقم 1 للسيد ناصر بن سعيد العيده مع جاسم غزالي والبرتو سنه، من الخيل اللي اتوقع بتنافس في هذا الشوط. اكيد يوسف ريتيرن من الاربع مراكز او الاربع ارقام من الاول الى الرابع، هذه انا اشوفها اسماء قويه، هم راح يتنافسون على الشوط ولا يكسرون في باقي المشاركين. صحيح لا يستهان فيهم. صحيح ابو يوسف، ما ننسى طبعا الشوط لعمر 3 سنوات فقط ابو يوسف، كل الخيل في عمر 3 سنوات. نتكلم عن خيل ممكن تكون اول مشاركه له على هالمضمار، مش معروفة بالنسبة لنا، ممكن تأدي أداء يعني يفاجئنا لأن ما نعرف مستواها. في خيل مشاركة وحيدة راح تكون هذه المشاركة الثانية، أكيد هاي الخيل راح تتطور راح تعطي أداء أفضل أبو يوسف، بس يبقى المرشح الأبرز إكس فورس أبو يوسف. صحيح. طيب
ابو علي يعني يمكن تصنيف اكس فورس 112 ولو نقارنه باقل تصنيف 71 هناك يعني فارق بالتصنيف في جاب شوي. صحيح انت كلامك يعني صحيح، ولكن نشوف اول شيء اللي اقل تصنيف 71 شايل 52 كيلو. نعم صحيح، يعني هو الوزن 58 لهافانا جولد، ولكن 52 كيلو اللي اقل تصنيف طبعا مثل ما قلنا الشوط عمره 3 سنوات ترى على فكره. صح اكس فورس هو اعلى تصنيف وهو الحصان اللي ما خسر هذا الموسم على الارضيه الرمليه، ولكن الارضيه العشبيه شعلوه ما في العشب. هو عشب جيد يعني سلالته عشبيه الحصان، ولكن الأرضية العشبية مع التوسعة الجديدة السيدة الطويلة، هل في حصان راح تعطينا دخول ينافس هذا الحصان؟ دائما أبو يوسف أنت لما تشوف تصنيفه 112 هو تصنف 112 على سباقات الرملية، يعني باقي الخيل مصنفة على سباقات العشبية. يعني عندك رقم 3 ويندر روك تصنيفه 92 راكد لستيد، يعني مو بسيط لستيد على فكرة، اللي راكد مسافة الألف متر برا في أوروبا يعطيك هون 1200، يعني يعطيك 1200 لأنه السيدة عندهم في أوروبا 1000 متر معناتها خط مستقيم. صح. ما عندهم كوع. صح. يعني تشوف هذا مستقيم من أول ما طلع لآخر ما عبي نافس، هون في تخزين او بيجيك كوع بسيط ايام 1000 متر يعني كتكتيكيا افضل الكوع. صح، في شوي بعض الامور مثل ما قلت تخزن الجوال. ايوه هون في تخزين لا على طول يعني سيده، ما في سيده يعني سيده وفيها مرتفعات. صحيح يعني ويعني ما بنعرف الارضيه اللي راكض عليها انه بيجيك ايام ارضيه جود تو فيرم، يعني الارضيه عشب غزير عشب ممطي، قصه طويله. يعني افضل المرشحين يعني اللي واضح معنا هو اكس فورس على نتائجه على شكله تبارك الله. شوف حصان العيده ما هو بسيط ترى، ما شاء الله شكله حلو في البدء معك نحن، ولكن انت لو تشوف اكس فورس ما شاء الله عليه. لا ما في كلام، اكس فورس شكليا ونتائج ما شاء الله عليه، الله يبارك له. قلنا لك رقم 3 هذا الحصان، هذا الوحيد اول مره يركض بقطر، هذا ما تتأمل منه أول شوط ترى، يعني لو شو ما كانت نتائجه، ولكن أول شوط يركض في قطر ما فيك تأخذ كل شيء منه. حتى لو فاز ممكن عنده اللي أحسن، وإذا ما سوى شيء لسه عنده الحصان لأنه أول مشاركة بقطر، الأرضية غير، الكوع غير، كل شيء غير عنده، يعني جايك من برا ومهر صغير يعني ما له هالخبرة اللي 3 سنوات عندك. طبعا في حصان أنا يعني هوت افير حصان رملي، حصان سبرنتر اليوم بنشوفه معنا هوت افير. صحيح المدربة دبي مونتن الخيال فالح بوغنيم عمره 3 سنوات، انا هذا الحصان حابب شوفه مهرة. صحيح مهرة حمراء، انا اتكلم سلالة سبرنتر من الخيول الجديدة اللي طالعة. يعني في ترى على فكرة عندك لا ننسى رقم خمسة سلالة، يعني مو بسيطة سلالة السرعة على السيوني سريعين. صحيح تصنيفه 78 للزاخر ريسينج، ولكن حصان عنده مستقبل بالسرعة. كل الخيول متقاربة من بعضها لأنه إكس فورس كل نتائجه الأخيرة على الرملي. هل اليوم راح يعطينا الأداء تبعه نفسه على العشبي، ولا هل راح يكون شوي في ضغوط عليه من الباقي الخيل اللي تحب العشبي؟ لا ننسى كمان الأرضية الكوع بالرمل أقل مسافة من الكوع بالعشب لا ننسى. صحيح. واليوم التوسعة لا ننسى التخطيط راح يكون غير، الخطة غير، إكس فورس يطلع بالمقدمة ويروح. شوف رقم 3 تبارك الله لا إله إلا الله، شوف أبو يوسف ما شاء الله يعني تركيب السرعة تبارك الله. صحيح تركيب الله. السرعة بس معك أول مشاركة له. صح أول مشاركة يعني ما فيك تقول الخيل كله مترق. رقم 1 مثل ما قلت سير برانسيلوت هاي السلالة السريعة كمان مهر أحمر عمره 3 سنوات رقم 1 تدريب جاسم الغزالي ملك ناصر سعيد محمد سعيد العيدة
سلالة مسافات قصيرة. تصنيفه 88 يعتبر تصنيف 88 بعمر 3 سنوات جيد يعني مو بسيط. الخيل كله يعني أتوقع في كم راس أتوقع راح يكونوا خطيرين. نشوف اللي عندنا واين فلايت. واين فلايت كمان حصان لازم نشوف راكض مرتين في الدوحة جاي مرة 1850 خامس 1200 ثامن عمر 3 سنوات راكض برا 1004 جاي السابع. اليوم بنشوفه راكض مع خيل أكبر عمر. اليوم راح نشوفه هل اليوم جهز لحصان عطى حالة صحية يعني أفضل من السابق. لا ننسى كمان كيوبين أفير هافانا جولد خيول سريعة على تدريب حمد الجهني المتألق. صحيح تصنيف 71 بس أنسى 52 جيدة يعني خاصة المهارة الوزن الخفيف في ده يعني على كيفه. مثل ما قلنا صح انت تتكلم عليه كلان رويال شكله ما شاء الله في شكله تبارك الله سلالته بدر سلالة صحيح. مسافات سريعة سريعة نعم صحيح. اخو حسين بس على فكرة ترى ريتيرن تو سندر مع اكس فورس التقوا كم مرة على فكرة والتقوا في مضمأة في على الارضية الرملية الموسم اللي طاف على مسافة 1200 مسافة اللي هي مسافة اكس فورس وريتيرن تو سندرز هو اللي فاز بالشوط على كاس مرمي لو ريتيرن اللي فاز نعم ريتيرن اللي فاز فارق طولين ونص عن اللي هو اكس فورس الموسم اللي طاف ما شاء الله. ترى شوف نتائج السرعه يعني كلها 1200 من صحيح بيجي يعني لا ننسى ان 1200 على العشب جاي اول يعني حصان المهر عنده امكانيه صحيح. الشوط بالنسبه لنا بعمر 3 سنوات في غموض اكيد. شوف اكس فورس كل يعني كل اللي يطلع على السباقات يرشحه اكيد ولكن لما تجي ارضيه عشبيه توسعه جديده شوي الميزان يتغير صحيح. يعني صدقني بدك تريح راسك بالترشيح بتاخذ اكس فورس ولكن دائما راح تكون قلق طريق يعني ما راح تكون ان انت مرتاح راح يفوز مثل ما يفوز بالرمل صح. لا اليوم غير اليوم غير واذا فاز بالعشب مثل الرمل اتوقع هو من افضل خيول عمره 3 سنوات بالسرعه طبعا بالسرعه السرعه غير والمسافات الكلاسيكيه غير. ترشيح صعب الخيل راحت على السارت تبارك الله كلها بحالات يعني مثل ما نقول نحن في عالم الخيل كونديشن توب. الترشيح صعب يعني ابو يوسف انا ما بعرف يعني بيني وبينك انا محتار شو رشح والله علي شوف ابو علي خل عندك لا محتار إيه؟ احنا خلنا نعمل اتفاق الحين سريع ايش رايكم الترشيح عندي انا نتفق ما في كلام ابو علي هو ابرز المرشحين اكس فورس اكس فورس صحيح هذه خلاص اكس فورس نتفق انه هو مرشح أول. يعني ما نحطه بالترشيح يا سلام عليك بالترشيح صحيح هني الكلام وانا برشح رقم واحد مو مشكله بس لا. تعال حسين يرشح ابو يوسف إيه نعم خلق. صحيح حتى لو بيرشح رقم واحد ابو علي يرشح صحيح صحيح لا يعني احرجني ترى شوف هو زادت كلمه يعني مبين انه لا ترشحه انه يعني شوف ما رشحته انا برشحه لا يعني لو مكلمني خلي بدر اخر لو مأشر لي عليه بايدك كانت احلى بس ما راح اختار من انا اذا ما رشحته انا رشحه ترى ابو يوسف ابو علي لا يعني عندي الحين عندك قبل ما يبدأ خلاص اكس فورس لا نقول عليك شورت تفكير عليك شورت شوف راح اختار رقم 3 رقم 3 ايه؟ زين انا رقم 1 ابو يوسف ما شاء الله يا ابو يوسف ايه. ما شاء الله عليك ما يصير تحجز وتسكت صحيح شوف ترى سكيب ذا كيو من الاسماء اللي لا يستهان فيها عنده سماحات ترى صالح المري 5 كيلو وكذلك من الاسماء القويه رقم 5 رقم 5 ترى من انا اتوقع الله اعلم من سلالة سيوني مع المدرب زهير محسن صحيح من الاسماء اللي راح تأدي الله اعلم يلا او عندك الاوزان الخفيفه الله يهديك يا ابو يوسف تنقله كمال الاشواط اي والله لا خلي لا ابو بدر ما شاء الله عليه من عنده نظره صح لا بعرف بس احنا نمزح انا ابو يوسف بروح مع رقم 5 كلان رويال
هالمهر طبعا مع زهير محسن مع الخيال جيبي. يا سلام عليك والله ترشيحك ايه زيوني ما شاء الله خدتوا انتوا المرشحين وخليت. لا 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 والله اللي رشحته يا بدر من انا عجبني في البدك والله شكله حلو في البدك. انا تكلمت عليه بعدين راكبه الخيال حلو بال 1200 جيبي حلو بال 1200 مقاتل جيبي ايه او ما شفت يعني على حصان حمد لجاني ستروم ستيفانو ابيدو كيف حظوظه انت تشوفها متوقع حصان اول مره حصان أول مرة يركض حصان مو بسيط نهائياً يعني إذا ما شفناه اليوم راح نشوفه بالسباقات الجاية حصان عنده 10 مشاركات حسين 3 مرات أول الحصان هاي إيه يعني بس شو سؤال يعني هل المضامير الخارجية أقوى من هو جاي يعني من سباقات أقوى إلى سباقات أقل أو نفس لا القوة لا. أو أقوى سباقاتنا كيف تحسبها أنت من منظور كمحلل يعني؟ أبو يوسف أنت أدرى خيل كتير إجت أبطال وأساطير يا سلام عليك ما سويت شيء صحيح أرضية قطر ما ينحزر عليها اللي يحب الأرضية يصير بطل صعبة أرضيتنا صعبة صعبة بكل المقاييس صعبة يعني الحصان البطل يثبت نفسه صحيح اي ولكن اليوم الفائده للخيل هي الكوع. طيب نقول كل التوفيق لهم ان شاء الله. اذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام الشوط السادس مخصص الخيل مهجن اصيل لعمر 3 سنوات راح ينطلق بعد قليل نتابع الشوط ونرجع ان شاء الله ثاني مره الى هذا الاستديو التحليلي. 15 كيوبن افير رقم 12 وحتى الان الجياد تدخل الى البوابات المخصصه لها من خلال هذا الشوط اكس فورس مهر احمر عمره 3 اعوام سلاله بنجل ان ذا جنجل تدريب ابراهيم سعيد المالكي مع تواجد الخيال فرانسوا مورن هير هولد حقق 6 انتصارات من 12 مشاركه وهو المرشح الابرز هنا رقم 8 هوت افير من سلاله تيفا وود من تدريب ديبور ماوتن وتواجد الخيال فالح بوغنيم رقم 3 وندر وورك سلاله نايت اوف ثاندر والدخول الى البوابه التاسعه مع ايفان روسي بالنسبة لي على الأوزان أكثر من رأس في هذا الشوط رقم 1 ريتن تو ثاندر واسكيب ذا كيو وندر وورك وإكس فورس 58 إذن الجيادة الآن جاهزة للانطلاقة كل توفيق للجميع. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق الشوط السادس بمشاركة 12 راسة للخيل المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات الدرجة الثالثة في التوسعة الجديدة لمسافة قصيرة 1200 متر الصدارة والمركز الأول نشاهد وإياكم من خلال واين فلات ولكن أيضا تقدم الدفاع من كلار رويال رقم 5 مع السادة زاخر ريسنج والمدرب زير محسن والخيال جيبي كامبر في المركز الثاني وندر وورك رقم 3 المدرب ستيفانو أبيدو ملك السيد عبد الهادي مانع الشهواني الهاجم وليفان روسي عند الانعطاف قبل الأخير والتوجه نحو الانعطاف الأخير كلارنا وتواجده في المركز الأول والصدارة في المركز الثاني وندر وورك وإكس فورس مرشح الأبرز في المركز الثالث الجياد عند الانعطاف الأخير والتوجه نحو الخط المستقيم إكس فورس بشعر الرصاص في المركز الثالث كلان رويال حتى الآن في الصدارة مع جيمي جامبر مع السادة زاخر ريسيق والمدرب زهير محسن وتواجد وندر وورك في المركز الثاني إكس فورس من الجهة الخارجية تحركات جميلة في هذا الشوط نشاهد وإياكم إكس فورس يندفع بقوة المرشح الأبرز من خلال هذا الشوط مع الثمامة ريسيق إلى المركز الأول وأبو سعيد إلى المركز الأول أبو سعيد إلى المركز الأول يسعد مساك في هذا الشوط فعلا والشوط السادس من نصيب إكس فورس من خلال شوط جميل جدا وتفوق أيضا للمرة السابعة من أصل 13 مشاركة مع إكس فورس إذن هنا فرانسوا مورن هير هولد يتفوق على الجميع مع إكس فورس والمدرب إبراهيم سعيد إبراهيم المالكي والسادة ثمامة ريسنج بانتظار اعتماد النتيجة من قبل لجنة المعتمدين إذن مشاهدينا الكرام شاهدنا وإياكم أبرز المرشحين هو من حل في صدارة هذا الشوط كانت في منافسات أيضا من البقية من خلال وندر وورك وكلان رويال في الأمتار الأخيرة وفي نهاية المطاف أيضا هنا مشاهدة لسكيب ذا كيو ولكن الصدارة لإكس فورس وننتظر النتيجة النهائية والرسمية من قبل لجنة المعتمدين بالنسبة للشوط السادس
إذا تابعنا معكم مشاهدينا الكرام مجريات الشوط السادس للخيل المهجنة الأصيلة بالفعل، هو أبرز المرشحين إكس فورس حلف المركز الأول السادة الثمامة ريسينج. ألف مبروك لهم، مبروك لإبراهيم بن سعيد المالكي على هذا الفوز، فوز مستحق، هو أبرز المرشحين إكس فورس وبالفعل هو حل هو من حل في المركز الأول. إذا حسين المرشح هو حلف المركز الأول، شوط قوي قدر يظفر بصدارة الشوط السادس هذا الجواد. صحيح، مع تغيير الخيال نحن بالعادة أول شيء مبارك لإبراهيم سعيد المالكي كمدرب، مبارك لمربط السمامة ريسينج ما شاء الله على الحصان هذا إكس فورس تبارك الله اللي الموسم هذا لم يهزم، يعني تبارك الله أداء فوق الممتاز، ترى مو بسيطة يفوز عشب ورمل ويحافظ على الصدارة الدائمة بالمسافة السرعة تبارك الله. مع تغيير الخيال، غير الخيال من سفيان السعدي لأنه موقف هالأسبوع هذا، ركب الخيال اللي هو فرانسوا مورون هيرو هول. الحصان تبارك الله قدر يوصل وقدر يعني شفنا طريقة الفوز غير على الرمل، ولكن قدر ياخذ الصدارة وقدر يفوز، يعني تبارك الله هذا الشيء بيدلك عن إمكانية الحصان وقوته وسرعته، مع انه لا صعوبه بالفوز مو بسيطه، ترى الفوز على العشبي كان يفوز يعني شفناه فاز ب 17 طول على الرملي باحد الاشواط 17 طول مو بسيطه نهائيا. لا هوني صحيح قلت لك الخيل غير، الخيل قربت عليه صارت قريبه منه كثير، يعني ها عندك سكيب زكيو دخل دخول قوي جدا، عندك من حال في المركز الثاني ابو علي سكيب زكيو اتوقع صحيح ولا لا؟ اتوقع نعم سكيب زكيو دخل دخول مشان انا اكون سكيب زكيو ولا صحيح صحيح ايوه ها صح كلامك، يعني في ثالث المراكز كلان صحيح رويال صحيح كلان رويال ثالث المراكز كلها لان هي سلالات سرعه عشبيه، هو الحصان هذا تبارك الله يعني أدى أداء طيب مو بسيط، وبعدين طالع المركز الثاني شوفه ماشي المركز الثالث من برا، الخيال ذكي ما ضايق الحصان ما قدر يطلع راس ولكن حافظ على الحصان. من حل في المركز الثاني رقم خمسة ولا رقم اثنين أتوقع سكيب ذا كيو اللي جاء ثاني ولا ثالث سكيب ذا كيو بدر الحين هو يسار طيب اكس فورس لو نلاحظ شوف اكس فورس وشوف سكيب ذا كيو خلفه مباشرة ايه؟ فسكيب ذا كيو هو اللي حل مركز لا ثاني طيب واضحة لا هذا هو سكيب ذا كيو حل مركز وكان دخول قوي طيب صراحة برجع لكم اخواني مشاهدينا الكرام خلونا ننتقل لزميلي صالح الانصاري ابو عبد الله تفضل لك الكلمة دام فضلك يا ابو يوسف مبروك لسادة ثمامة ريسينج فوزهم بسادس اشواط هذا المساء معي المدرب ابراهيم سعيد المالكي وسعيد نرحب فيك على قناة الكاس مبروك الفوز فوز مستحق ما شاء الله المنافسة كانت قوية على اخر الامتار الحمد لله رب العالمين بارك حق عادل عيبن علي صاحب مربط ثمامة وعلى الفوز الرابع التوالي حق الحصان هذه صراحة قاعد يقدم أداء والأروع منه في السباقات خصوصا في السباقات الرملية صراحة اليوم نجربه كنا على العشب مع الفئة السنية لنفس عمره 3 سنوات الحصان أدى أداء جيد صراحة لكن ما بالمستوى اللي أنا كنت متوقع على الرمل يعني الحمد لله رب العالمين فوز زين ويستاهل عادل على مستوى المشاركات يمكن سابع فوزة من 13 مشاركة لوين رايحة الحصان؟ إن شاء الله الحصان يعني حق السباقات الكبيرة إحنا الحصان ما يدش إلا السباقات المفتوحة السباقات الكؤوس إن شاء الله هذا التارجت ماله صراحة في الأشواط المفتوحة ما عنده سباقات ثانية ريت الحصان 112 على ريت في الخيل السبرنتر الحين تقريبا في قطر فما عنده سباقات إلا السباقات الرئيسية سعيد كمدرب تشوف احنا نشوف المنافسة بدأت تكون قوية مع هذا الموسم الجياد المشاركة يعني جاهزة جهوزية الملاك والجياد المشاركة طبعا خلاص الحين تقريبا في ربع الموسم احنا يمكن تقريبا كملنا ربع الموسم الخيل بدأت تجهز جهوز طيب صراحة وكلنا يعد حق السباقات الكبيرة جاية بعد يمكن شهر الداربي في آخر شهر 12 وبعد حفل سيدي سمو الامير يعني الخيل اللي قيضت هنا في الدوحه كلها جاهزه تقريبا
يمكن الخيل اللي لحد الان ما اتاقلمت او ما اجهزت بالطريقه المناسبه، الخيل اللي توها جاي من برا. لكن ايش بشوف يعني لحد الان الخيل المقيضه في الدوحه هي اللي تقعد تعطي نتائج حلوه في السباقات الاوليه. لكن بصير في انا اعتقد بصير في تغييرات من بعد الداربي، بصير في تغييرات في النتائج. سؤال اخير، حظوظك مع بازير في الشوط الثاني؟ ان شاء الله الحصان جاهز، المسافه مناسبه له صراحه، بتكون منافسه قويه في خيل صراحه في يعني ما يستهان فيها في الشوط، الخيل متقاربه تقريبا في المستوى. ظهر بازير في ظهور جيد صراحه في ال 1600 خذ كاس برزان، ما اقدر ما عندي عذر صراحه، الحصان جاهز وان شاء الله الله يوفقنا ونفوز فيه. من لكم التوفيق. شكرا. اذا كل التوفيق لجميع المشاركين في الاشواط القادمه. ويوسف عندك الكلمه. زميلي صالح الانصاري ابو عبد الله، شكرا جزيلا لك، وشكر كذلك موصول للسيد ابراهيم بن سيد المالكي، هذا المدرب اللي قدر انه يفوز مع الجواد اكس فورس في الشوط السادس. الف مبروك له ابو سعيد، يستاهل هذا الفوز، وان شاء الله دائما ما احنا نشوفه في المراكز المتقدمه او على منصات التتويج. ويوسف كنا نتكلم عن الشوط اللي راح، بالفعل اكس فورس هو جواد بطل، تكلم المدرب ابراهيم قال الان السباقات القادمه راح يدخل في الاشواط المفتوحه. من وجهه نظرك هل هو بالفعل راح يحافظ على هذه الصدارة أو راح يتلاقى مع خيل ممكن أنها تقدر تنافسه أو تفوز عليه؟ أكيد أبو يوسف، من البداية نحن كنا يعني اتفقنا ثلاثتنا أن إكس فورس هو أبرز المرشحين شوط، وأغلب الموجودين في نادي السباق. بس أنا من وجهة نظري الترشيح يحسب لحسين ترى على اكس فورس. اي لانه هو اللي كانوا يبي رشحه واحنا قلنا لا ما ترشحه. يلا نعطيه نقطه. يستاهل علي. يستاهل. لا الكلام ولا الشوط البعد ولا ما يجي انا مرشح وتختاره انت لك اوكي. لا والله تطلع مؤامره. يلا خلاص نعطي نقطه، انا راضي يعني. والله يستاهل ابو علي. يستاهل ابو علي، انا ما عندي مشكله. شوف ابو علي كيف بهالطريقه ما اما فوز مجهودي ولا لا. مبارك طبعا اخوي ابو سعيد على تألق اليوم صراحة. أبو سعيد ما شاء الله اليوم الشوط السادس، خذ ثلاثة أشواط ما شاء الله، هي ثالث فوزة له اليوم، إن شاء الله ما تكون آخر فوزة بإذن الله اليوم. عنده إن شاء الله مشاركة قوية في شوط الكاس مع بازير، نتمنى له إن شاء الله يا رب التوفيق. أبو يوسف، المهر إكس فورس شفنا رابع مشاركة مثل ما تفضل أخوي أبو سعيد، ورابع فوزة له. الحصان آخر ثلاث مشاركات كلها على الأرضية الرملية، بس فوزته كانت يعني اليوم مغايرة عن الفوزة اللي يفوز فيها مثلا أسبوع قبل أسبوعين والفوزات السابقة، كان يفوز بفارق مريح عن باقي المنافسين. اليوم شفنا قدوم من سكيب ذا كيو، يمكن فاز إكس فورس تقريبا بطول أو بنص طول فقط، أداء مغاير على الأرضية العشبية. أتوقع أن إكس فورس على هالمسافة وعلى هالأرضية شوي راح يلاقي صعوبات مع الخيل الكبيرة، بس راح يظل من الخيل المرشحة في الأشواط هذه أبو يوسف. نعم. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق بشكل عام. استمتعنا بالشوط صراحة أبو يوسف، شفنا منافسة لآخر الأمتار، شفنا قدوم صراحة من سكيب ذا كيو، شفنا أداء ولا أروع من المهر القادم الجديد صراحة. عندنا أول مشاركة اللي هو رقم 3 ويندر ووك وورك عفوا، شفنا أداء أيضا مميز من كلان رويال حل مركز ثالث. عندنا خيل جديدة وحاضرة إن شاء الله، ورح نستمتع بأدائها في الأيام الجاية أبو يوسف بإذن الله تعالى. مبروك إذن للثمامة ريسينج، مبروك لإبراهيم المالكي المدرب طبعا اللي حقق هذا الانتصار أو هذا الفوز في الشوط السادس بالمركز الأول، وهذا طبعا إعادة الشوط السادس بفوز الجواد إكس فورس. هو من أبرز المرشحين بالفعل، وقدر أنه يحقق صدارة هذا الشوط. إذن مبروك لهم، نقول حظاً أوفر باللي ما حالفه الحظ. مشاهدينا الكرام، طبعاً من الشوط السادس إلى الشوط السابع، الشوط ما قبل الأخير، الشوط السابع المخصص للخيل المهجنة الأصيلة، شوط هندي كاب على مسافة 1600 بمشاركة عندنا 12 من الجياد، وكذلك هناك أسماء قوية مرشحة في الشوط الخامس. أبو علي، شوط قوي الشوط القادم، يعني هناك أكثر من اسم مرشح للشوط الجاي. بالفعل هذا الشوط يعني بالذات هذا الشوط في اكثر من مرشح، في خيول كلها قريبه الترشيح. يعني عندك ريسينج ويفز من الخيول المرشحه جدا، عندك جبالي من الخيول المرشحه تبارك الله، ركض مرتين 1004 1006 1007 رمل اول ثالث، يعني حصان خطير بيكون، كلها خيول متقاربة. يعني عندك مشاركات 12 جواد، عندك
خيول راح نشوفها اليوم تركض ال 1600 مع انه مشاركاتها كلها كانت 1200. هل ال 1600 الى افضل من ال 1200؟ اتوقع بتكون خطيره، كلها خيل متقاربه من بعضها مثل ما شفنا الاشواط، كلها الخيل ما حد عم يفوز بعيد. صح، السيده الجديده خاصه يعني بعد شهرين تقريبا من بدايه انطلاقه الموسم، الخيل الان احنا نشوفها في كامل جهوزيتها كلها بشكل عام. ابو يوسف لك شغله، نحن اجانا الحر، موسم الحر، ما فينا نضغط على الخيل. صحيح، بنخليها بس بعد السنه ترى بدأوا بدري المدربين، يعني ولو حتى لو كانوا يمشون شيء بسيط او تجهيز خفيف. يعني كلام صح، كلنا بدينا بدري، بس في خيول ما فيك تغامر فيها. أكيد. في خيول صغيرة عمر، في خيول حساسة تنتظر لين يبرد الجو. أيوة، وبعدين تبتدي تعطيها شغلة. عرفت كيف؟ ولكن هلا خلاص الخيول أغلبها جاهزة، اللي تشارك السباق أغلبها جاهزة. شفنا يعني أول الموسم كنا نشوف الخيول تفوز بمسافات بعيدة. إيه نعم. هلا لا، ما عاد أتكلم على الأشواط الكبيرة، ما عاد نشوف يعني أشواط التصنيف الخيول كلها عم تدخل دخول، وعم نشوف مفاجآت كمان غير الترشيح يعني. فلذلك الترشيح صعب حاليا. طبعا طبعا انت شيلك عن الجواد اللي راح، اللي هو اكس فورس ما شاء الله عليه تبارك الله، هذا غير يعني نخبه غير تبارك. صح. الله بمسافه السرعه نتكلم، ما نتكلم لان في خيول 3 سنوات بقطر كثير، بس هي الخيول 3 سنوات الشباب جايبينها، يعني الملاك جايبينها للداربي، داربي 2000 متر او 1600 متر. خيول السرعة شوي قليلة بقطر بعمر 3 سنوات، لأنه كل مين يفكر بالداربي وبالداربي التجريبي وبأشواط كبيرة مسافات طويلة. ففي خيول ما شفناها اليوم عمر 3 سنوات لأنه مو بشوط ال 1200. نتكلم على هذا الشوط هذا 95-75 1600 متر، المسافة المحببة لدى الجميع، هاي المسافة يعني نحن نسميها المسافة الكلاسيكية. اغلب الخيول تركضها، اغلب الخيول اللي يركض طويل يركضها، واللي يركض قصير يحقق فيها المراكز. الخيول كلها متقاربه من بعضها، الاوزان البوابات كلها متقاربه من بعضها. لو نشوف 12 مشارك على هذا الشوط في زحمه، من افضل المرشحين اللي هو ريسينج ويفز، من افضل المرشحين ملك مربط إنجاز مع الخيال القطري والمدرب الخيال القطري فالح بغني، المدرب القطري علي يوسف الكبيسي. بنظري أنا مثل ما قلت لك جبالي من الخيول المرشحة للبدع ريسينج، تدريب إبراهيم المالكي، ركوب الخيال ما شاء الله رونالد توماس، هاي البوابة واحد من الخيول المرشحة جدا مسافة 1600 وفايز على 1600 تصنيف 90 وأقل. نشوف يعني انا بنظري في حصان شوي راح نقربه اللي هو ديمون رينيون اللي شفناه ادى على مسافه ال 1600 اداء طيب جدا جدا، ملك المرتجز ريسينج بقياده الخيال البرتو سنه وتدريب محمد بن حمد العطيه، ولكن شفناه شارك اخر مره مع خيول كبيره عمر، يعني شارك مع ابازير، فاليوم رجعوا له التصنيف، اليوم بيكون هذا نقطة على هذا. هيل سايد دريم كلنا بنعرف هيل سايد دريم، عمر 7 سنوات ولكن عنده إنجازات، عنده أمور، يركض بأشواط كبيرة دائما، اليوم راكض معنا بالتصنيف، أتوقع بيكون له كلمة بالشوط، بيكون من المنافسين. مثل ما قلنا لك الترشيح صعب. نرجع على جواد كيبيلا، هولي رومان يعشقون المسافة 1600 بكل المقاييس، محقق المراكز الرابع مع الخيال فالح بغنايم، اليوم يشوف الراكب والخيال كاروس هنريك، تغيير من حمد لجاني بالخيال، ولكن الحصان عنده إمكانية أنه يركض المايلر. راندوم ديسيجن حصان كلنا بنعرفه خطير بالمسافة 1600، بالذات 1600 عنده أداء طيب. اليوم نشوف الحصان المهر كلوك اند داجر على لوب دي فيجا. لوب دي فيجا انا بنظري مسافه الميل الون، يعني حتى باوروبا لوب دي فيجا مسافه الميل وفوق 1800 1600 يعشقوها. شفنا ابراهيم يعني المالكي ركض هذا الحصان مسافات اقل ما حقق النتائج المطلوبه، اجى معاه بال 1400 ثاني
المسافات ال 1200 اجى متاخر، اليوم حطه بال 1600، هي نقطه كبيره يعني. شايل وزن 53 اتوقع هذا بيكون خطير كثير بهذا الشوط. مثل ما قلت لك الكل حذر بهذا الشوط، بعدين المدربين يعني نشوف نحن نشوف بعض المدربين. ابراهيم المالكي عنده راسين بالشوط، في توزيع بالخيل، ابراهيم عنده اغلبيه، عنده يضع الخطه بالشوط، عنده يسرع الشوط، عنده يخفف الشوط. الشوط كثير حذر، مثل ما قلت لك ابراهيم عنده ثلاث روس بالشوط اليوم، فالشوط راح يكون اليوم الشوط صعب كثير على الخيول حتى على المرشحين صدقني. طيب ابو يوسف اكيد طبعا ابو يوسف وصلنا للشوط السابع، الشوط السابع طبعا الخيل المهجنه الاصيله على مسافه 1600 متر، شوط التكافؤ تصنيف 75 95 بمشاركه 12 جواد في الشوط. ابو يوسف دائما مثل هالاشواط مثل ما نقول يعني ترشيح فيها يكون صعب انك يعني مثلا تتوقع ان حصان هو هذا راح يكون فارق او راح يعني تجزم انه راح يفوز بالشوط، خاصه بوجود كوكبه صراحه من الجياد اللي تأدي على هالمسافه، مسافه 1600 متر. ريزدينج ويفز مع اخوي علي يوسف الكبيسي ومع الخيال فالح بغنيم، حصان شارك ثلاث مشاركات، تشوفه رابع خامس ثالث، الحصان يأدي على ارضيتين، الحصان المسافه هذه مناسبه اتوقع له. اثنين سام لانج فورد طبعا هالمهر ذو الأربع سنوات تصنيفه 94 مع المدرب محمد حسين أبروز مع الخيال جيسن واتسون، راح يكون وزن 59.5، راح ينطلق من البوابة التاسعة أيضا من خيل اللي أداها طيب ودائما ما تكون حاضرة أبو يوسف. ثلاثة كرافتد مع أبو سعيد، حصان طبعا عمره 9 سنوات ابن شمردل تصنيفه 93 مع الخيال فرانسوا مورن هيرر طبعا اللي فاز في الشوط السابق، الوزن طبعا راح يكون 59 راح يطلق من بوابة 12. نتائج نوعا ما جيدة صراحة في آخر مشاركين على مسافة 1400 متر، حل مركز رابع ومركز خامس بفارق تقريبا طولين عن دومينوس في آخر مشاركة. حصان لحضوره دائما في كل مشاركاته. أربعة هلسايد دريم من الخيل المرشحة في الشوط هالفرس مع المدرب جاسم الغزالي مع الخيال القطري صالح سالم، أكيد لسماحات 5 كيلو راح يكون الوزن 53.5، راح ينطلق من البوابة تنطلق الفرس من البوابة الخامسة. خمسة هالحصان من المرشحين ابن لوب دي فيغا، هالحصان بيوتي فوغر طبعا تصنيفه 92 مع الخيال إيفان روسي راح يكون الوزن 58.5، راح ينطلق الحصان من البوابة اثنين. ستة ديمون رينيون هالمهر متميز صراحة بن تشارم سبريت طبعا مع المدرب أبو حمد محمد حمد العطية ومع الخيال المتألق ألبرتو سانا، الوزن راح يكون 58 راح نطلق البوابة الرابعة. نشوف هالموسم شارك ثلاث مشاركات، عفوا هالموسم شارك مشاركتين أول وتاسع على نفس المسافة مسافة 1600 متر. سبعة جبالي هالمهر مرشح صراحة بالشوط مع أبو سعيد مع إبراهيم المالكي تصنيفه 91 مع الخيال رونان توماس راح نطلق البوابة واحد الوزن 58. شوف آخر ثلاث مشاركات له كانت مشاركتين على الأرضية العشبية أول على مسافة 1400 1600 متر، في آخر مشاركة شارك المهر على مسافة 1700 متر على الأرضية الرملية، كان شوط تكافؤ 80-100 حل مركز ثالث. ثمانية هجاج طبعا بن دارك أنجل تصنيفه 88 مع المدرب بناصر هادي الرمزاني مع الخيال كيليان جاك اليونارد راح يكون الوزن 56.5 راح ينطلق البوابة العاشرة. هجاج كلنا نعرفه بس هالموسم شوي مستوى مش يعني متذبذب شوي، حل مركز 11 في على مسافة 1600 متر في كاس برزان وبعدها ركض شوط 0-90 حل مركز سادس. تسعة كيبيلا الفرس ابنة هولي رومان امبرور مع المدرب حمد الجهني ومع الخيار كارلوس هنريك، الوزن راح يكون 55.5 راح تنطلق الفرس من البوابة الثالثة. نشوف آخر نتائجها، رابع 11 ركضت في آخر مشاركتين، مرة على الأرضية الرملية على مسافة قصيرة هي مسافة 1100 متر حلت مركز رابع، اللي قبلها على مسافة 1400 أيضا حلت مركز رابع خلف لوتشادور. عشرة تياغو هالمهر
طبعا مع المدرب منصور خليل المنصوري مع الخيال العماني خالد البلوشي. يمكن هذا ثاني يوم يشارك في على مضمار ريان. الوزن راح يكون 54.5 له سماحات 5 كيلو. راح يطلق البوابة الثامنة. نتائج تياغو مذبذبة شوي ثامن 12-15. نتمنى التوفيق لأخوي منصور. 11 راندوم ديسيجن مع المدرب عويضة الهاجر مع الخيال توماس لوكاسك. راح يكون الوزن 53.5 راح يطلق البوابة 11. نتائج جيدة نوعا ما وكلنا نعرف أن هالحصان يجيد صراحة على هالأرضية وهالمسافة مسافة 1600 متر. آخر المشاركين المهر اللي هو كلوك أند داجر طبعا مع المدرب إبراهيم المالكي ومع الخيال ميكا ليوان فورست. الوزن 53 راح يطلق البوابة 7. مهر يعتبر من وجهة نظري من الخيل أيضا المرشحة في الشوط أبو يوسف. نعم طيب أبو علي أعتقد أن الخيل موجود الآن في ساحة العرض. كلمني عن استعدادها قبل انطلاقة هذا الشوط وكلمني عن شكلها وجهوزيتها. لا هي الخيل يعني الخيل ما شاء الله عليها أغلبها مشاركة السنة كلها مشاركة أو بالأحرى. طبعا لو نشوف يعني واضح لمعة الخيل واضح شعرة الخيل حضور الخيل كله واضح معنا بالشاشة. يعني لمعة تجيك عن جهوز عن حالة صحية ممتازة. ما شاء الله رقم 7 تبارك الله من الخيول المرشحة وتبارك الله جبالي. نعم على مهاجم يعني بحالة صحية ما شاء الله ولمعة. رقم 8 هجاج على دارك أنجيل. الحصان ما ينقصه شيء عن الفوز ولكن ركض له ركضات طيبة هجاجة يعني ولكن شوي شفناه ما بنعرف اليوم إذا بيكون مثل أول رجعته. أغلب الخير رقم 9 حلو رقم 9 تبارك الله يعني ما شاء الله. المهرة هي الفرس كيبيلا اللون الأزرق على هولي رومان أتوقع يعني شوف تبارك الله أنا أول مرة أشوف على هولي رومان الأزرق يعني الوحيدين مدوحة على هولي رومان الأزرق هي ما شاء الله الفرس. كمان بحالة صحية جيدة كبيرة. أغلب الخيل جاهزة يعني أغلب الخيول السلطان أغلب الخيول داخلة تفوز. ما في حد بهذا الشوط يعني ما في حد داخل إنه ينافس على الثاني ولا الثالث ولا الرابع. لا الخيول كلها داخلة تفوز خاصة الثوربريت التصنيف. بعدين في ميزة التصنيف قريب من بعضه يعني عندك تحديد انت من 75 لل 95 ما مو شوط 0-95. لما يكون عندك 0-95 صعب اللي ريته مثلا 60 ولا اللي ريته تحت يفوز. اما الخيول هاي كلها متقاربة لانه عملية الوزن تلعب دور صح. الكوع الجديد السيدة الطويلة راح تلعب دور يعني أنا بنظري الكل داخل يفوز الكل داخل يفوز. شوف رقم 12 بالفعل من أحلى يعني ما شاء الله عليه اللي هو كلوك أندجر من أحلى الخيول الموجودة يعني رقم 12 تبارك الله لفت نظري تبارك الله. اليوم نشوفه يعني بربط لسان اللي هو تنتاي بالعامين والتيتي يعني تغيير بالحصان. اتوقع راح يكون حصان مو بسيط بهذا الشوط راح يكون له كلمه بهذا الشوط. مثل ما قلنا شوف عندك راندي سجم جايك بفريش تبارك الله. عندك الحصان اللي شفناه رقم 5 هذا اللي اسمه بيوتوف فوجر على لوب دي فيجا من الخيول المرشحه على فكره رقم 5 من الخيول المرشحه يعني مو بسيط يعني كل الخيول تبارك الله يقول لك انا اليوم اجهز من الثاني ما شاء الله تبارك الله. يعني شوف لما نشوف نحن اللي راحوا للمحللين السباقات المرشحين اللي كتبوا لك بالكتيب المرشح الاول اللي هو ريسينج ويز بس انا بقول لك اليوم ما في مرشح اول بهذا الشوط. المرشح الاول لانه الخيل كلها متقاربه من بعضها ما شاء الله ريسينج ويز تبارك الله بحالة ما شاء الله عليها. يركب الخيال قطري فالح بغنيم وهو راكبه آخر السباقات أغلبها هو يعني محقق عليه مراكز جيدة تبارك الله بحالة وبوضعية وكل شيء. ولكن نرجع نقول كل الخيل متقاربة من بعضها. اللي هو رقم 6 من الخيول كمان مو بسيطة
دايمون ما شاء الله عليه حصان نتائجه جيدة بال1600 خاصة بالهانديكاب. الترشيح صعب أنا بالنسبة لي. ترشيح عندك بدر هذا الشوط يعني؟ أكيد طشح. طبعاً مثل ما تفضل خوي حسين ترشيح صعب صراحة في الشوط. صعب لا تختار المرشح الأول. عدة أسماء صراحة موجودة في الشوط. ريزيدينج ويفز، جبالي، بيتي فوغر من خيل مرشحة، هيل سايد دريم، سام لانغفورد أيضاً من خيل مرشحة، راندوم ديسيجن، كلوك، أندجر، كلها خيل صراحة صحيح توقع متقاربة. أكيد يعني راح تكون أتوقع أن راح تكون منافسة جدا قوية بين هالجياد. أنا من وجهة يعني نظري أن أبرزهم جبالي أبو يوسف. جبالي شفنا ما شاء الله تبارك الله في البادوك حالته الصحية جدا ممتازة، نتائجه أيضا جدا ممتازة في هالموسم، مشاركتين أول ثالث، حصان مرشح أكيد راح يكون في الشوط. أبو يوسف ترشح أبو يوسف؟ نعم رشح جبالي أبو يوسف. طيب. لا تعليق والله، والله لا تعليق يا أبو يوسف. ليش؟ لا تعليق. البداية عنده ترشح يعني ما يصير يعني أنت هو يرشح أول واحد. أنا الشوط اللي راح أخذت من الخيل المرشحة قلت لي لا من طالعه برا، وهو يوم أخذ المرشح قلت له على فكرة هذا مو مرشح في الشوط. زين. بقول لك. إيه؟ لا خلي يرشح. دقيقة المرتجز ريسينج المدرب محمد بن حمد العطية. انا معه صانه زين ترى اي انا مع ديمون من المرشحين ترى يعني انا مع ابو حمد تبارك الله اتمنى له التوفيق للجميع معاه يعني ولا ترشحه ما فهمت وضح لي ترشح الحصان ذي لا احرجني ها ما فهم ما عارف برشحه خلاص استاهل ابو حمد طيب انا اروح مع الجواد ولد اللوبي دافيجا السيد عبد الهادي بما انه شاوني رقم 5 ايه بيت فوغر والله فوغر مهر طب هالحصان عفوا صراحه في اول مشاركه لها الموسم حل مركز ثالث خلف اربك تنل فارق طولين تقريبا هاي راح تكون لثاني مشاركه بس كانت على مسافه 1400 1600 اكيد ستيفان بيدوم انا ما اتذكر سباق ممكن كان دخوله قوي فذاك السباق يعني ممكن 200 متر راح تخدم الجواد رقم 2 كذلك من الاسماء المرشحه انت رقم 1 ايضا ريزدينج ويف ما في كلام اي حصان من 42 مشاركه 9 انتصارات وتصنيفه اعلى تصنيف في الشوط 95 ويوسف نعم. وكذلك رقم 4 لشاهين بن خالد الغالي نعم السايد دريم فرس دايما ما شاء الله ما تكون اخذت الخيول المرشحه وخليتوني في ابو علي انت تكلمت عنه ولد لوبي دا فيجا الحصان كلوك اند دارك او دارك هذا من الاسماء ترى كذلك المرشحه وزن ايه هذا ما شاء الله جوهجيه تبارك الله خطير جدا بيكون بالشوط لولو بنت فيصل الهيدوس عسى الله يوفقهم ان شاء الله طيب اذا مشاهدينا متابعين الكرام طبعا الشوط السابع راح ينطلق بعد لحظات من الان المخصص للخيل المهجنه اصيله شوط هانديكاب على مسافه 1600 نسال الله السلامه والتوفيق لجميع المشاركين نتابع هذا الشوط ونرجع ان شاء الله ثاني مره الى هذا الاستديو التحليلي مع تصنيف 75 الى 95 والله ديمين رينير ما شاء الله في وضع ممتاز اللي يظهر امامنا الجواد في وضع ممتاز ربما تكون له كلمة في هذا الشوط هنا الجواد رقم 5 بيت فوغر اللي سيد عبد الهادي بمانع الشهواني رقم 1 هنا راندم ديسيجن وهنا الجواد جبلي كلوكنداجر هنا ورقم 3 كرافتد كرافتد عنده مشاركتين بداية الموسم خلف الجواد دومينوس وخلف أرابيك تشانل حصل على مركز رابع وخامس جواد دائما موجود لكن هل يقدرنا يحصل على المركز الأول هنا الكلام وهنا راح يكون الموضوع يعني
هجاج. هجاج يشارك اليوم لحسادة مربط الجريان، ما قدم المستوى المطلوب حتى الآن منه في هذا الموسم، يبحث عن انتصاره الأول لحسادة مربط الجريان بالدارك أنجل. هل سيدريم تشارك أيضا في هذا الشوط؟ إذن الجاد شبه جاهز للانطلاق مشاهدينا. الشوط السابع درف أيها السيدات والسادة أيها الحفل الكريم، ينطلق الآن الشوط السابع للخيل المهجنة الأصيلة على مسافة الميل 1600 متر تصنيف 75 إلى 95، انطلاقة متوازنة ومتساوية للأغلب. وهنا الصدارة والمركز الأول مع بيت فوجر لسيد عبد الهادي مانع الشهواني على صدارة هذا السباق. المركز الثاني من الجهة الخارجية نوعا ما للجواد رقم 10 تياغو لسيد منصور خليل المنصوري في ثاني المراكز، أو لدينا راندم ديسيجن أو بالفعل هنا نشوف الجواد ريسيدنج ويفز في المركز الثاني. المركز الثالث جبلي، في المركز الثالث رابعا هيل سايد ريم، وتراجع نوعا ما لتياغو. خامسا من ناحية السياج أشاهد الجواد ديميان رينيون أحد الجاد المرشحة في هذا الشوط، خلفه تماما هجاج. ومن الجهة الخارجية الشعار الأزرق للجواد سام لانكفورد اللي يبدو لي أنه جالس يعدل موضعه في الوقت الحالي. نشوف خلفه تماما الشعار الذهبي، والتقدم يأتينا مع الجواد راندم ديسيجن لفهد راشد الهادري. عودة للصدارة وعودة للمركز الأول، نشوف الصدارة حاليا مع الجواد اللي هو ريسيدنج ويفز على المركز الأول وعلى الصدارة. مربط إنجاز الآن على صدارة هذا السباق. هيلسايد ريم تبحث عن فجوة، وسام لانكفورد في محاولة قوية. هيلسايد ريم من وسط الجهة جبلي يخطف الصدارة ويخطف المركز الأول، والتحركات تأتينا من قبل سام لانكفورد في محاولة قوية. سام لانكفورد والصدارة مع جبلي، جبلي على المركز الأول، جبلي إلى الصدارة وإلى المركز الأول. المركز الثاني سام لانكفورد مع جيسون واتسون لخليفة بن شعير الكواري. المركز الثالث راندم ديسيجن. رابع المراكز يبدو أنها كانت هيلسايد ريم، والمركز الخامس راح نشوفه بعد قليل في الإعادة. ولكن المركز الأول والصدارة لجبلي لرقم 7 للسادة البدع ريسينج مع إبراهيم سعيد المالكي، والنقطة الثانية على التوالي لأبو سعيد. تهانينا وألف مبروك للسيد إبراهيم سعيد المالكي والسادة البدع ريسينج والخيال رونين توماس. هذه الصدارة التي كانت في الأمتار الأخيرة استطاع من خلالها الجواد جبلي أن يخطف الصدارة وأن يخطف المركز الأول. شوف المحاولة من قبل سام لانكفورد وأيضا لهيلسايد ريم، والتقدم جاء من هجاج وأيضا لديميان رونين. إذن المركز الرابع لهجاج وخامس المراكز كان لهيلسايد ريم. إذن تابعنا معكم مشاهدينا ومتابعين الكرام مجريات الشوط السابع المخصص للخيل المهجنة الأصيلة على مسافة 1600. بالفعل هو جبلي من حلف المركز الأول ملك السادة البدع ريسينج. ألف مبروك لهم، مبروك للمدرب إبراهيم المالكي على هذا الفوز وهذا الإنجاز، والخيال رونان توماس. بالفعل جبلي هو بطل هذا الشوط، ألف مبروك للمالك والمدرب والخيال على هذه النتيجة الإيجابية. بيوسف أعتقد رشحت هذا الجواد، وحلف المركز الأول بالفعل هو من أبرز المرشحين من سلالة مهاجم.
أكيد أبو يوسف طبعاً أول شيء نبارك الأخوي أبو سعيد على التألق صراحة اليوم ما شاء الله تبارك الله من 7 أشواط خطف 4 أشواط ما شاء الله متألق ما شاء إن شاء الله يا رب الفالة في الشوط الأخير إن شاء الله شوط الكاس جبالية المهر طبعاً من الخيل مرشحة في الشوط يعني ما هي غريبة إذا فاز بالشوط أبو يوسف ثالث مشاركة له في هالموسم مرة ركض على الأرضية العشبية على نفس المسافة مع خيل 0.90 حل مركز أول بعدها شارك شوط تكافؤ 80-100 على الأرضية الرملية حل مركز ثالث على مسافة 1700 متر اليوم نشوف بسعيد ردة مرة ثانية على نفس المسافة على نفس الأرضية ما شاء الله تبارك الله الحصان شفنا فوزة يعني ما نقدر نقول سهلة وما نقدر نقول صعبة بس هي تميل للسهلة أقرب من أنها تكون صعبة صراحة الحصان كان من البداية مركز ثالث رابع شفنا ما شاء الله تبارك الله في السيدة عن 300 متر من بين الجياد ما شاء الله تبارك الله الحصان ما شاء الله ما عنده خوف قلبه قوي وعنده ما شاء الله نفس ما شاء الله تبارك الله والخيار رونان توماس تألق على أبو يوسف نرد ونبارك طبعا أخوي أبو سعيد والبدع ريسنج على أداء هالمهر يستاهلون هذا الفوز أبو علي يمكن تكلمت أنت عن هذا الجواد وقلت من أبرز المرشحين قبل انطلاقة الشوط تبارك الله مثل ما قلنا صحيح تلك اليوم المنافسة صعبة مثل ما قال ترى في دخول كان جاي قوي من الخلف ولكن ما شاء الله عليه عنده إمكانية قوية المهر هذا عمر 4 سنوات شفنا حالته أوريدي بالبدوك تبارك الله من أحلى الحالات من أحلى الحالات تميز عن الخيل حتى بلمعته بيجي ولكن مهر مو غريب عليه الفوز مؤدي المسافة وفايز عليها ويعشق المسافة المايلر أنا يعني عرفت أنه راح يفوز من المرشحين ولكن طريقة ركوب رونان توماس هي ما شاء الله عليه رونان توماس لأنه في زحمة الشوط والشوط يعني أي غلط بسيط السيدة طويلة بيروح عليك الشوط ولكن طريقة ركوب رونان توماس هي طريقة بالفعل طريقة جيدة جدا شوف حافظ إيه هنا واثق يعني ها شوف هنا طلعت شوف ما شاء الله تبارك الله طلعتها بين الخيل شوف ممكن صار مثل التصادم بسيطة صح. في خيل ممكن بهالتصادم بتروح إيه ولكن الخيال لما صارت هي عرف شلون ما حرك الحصان طيب. شو تدريجيا برجع لك ابو علي وابو يوسف ومشاهدينا الكرام للحديث اكثر عن هذا الشوط خلونا ننتقل الى زميلي صالح الانصاري ابو عبد الله اعتقد فوز مستحق لابراهيم المالكي مع البدع ريسينج نعم ابو يوسف فوز مستحق جبلي يتصدر هذا الشوط شوط سابع الشوط نتكلم مع المدرب ابراهيم السعيد المالكي نرحب فيك مره ثانيه مبروك فوز مستحق ما شاء الله حتى المنافسه كانت يعني من بين الجياد المشاركه حتى خط النهايه الحمد لله رب العالمين مبارك حق البدع ريسنج احمد عبد الملك محمد عبد الملك صراحه الانتصار المستحق جبالي حصان صراحة مايلر قوي في الدوحة بدأ يظهر من أول مشاركة له في بداية الموسم الحمد لله رب العالمين معنا حصل شوية اصطدام في تقريبا في نص السيدة لكن قدر الحصان أن يتقلب على الخيل ويتقلب على الحادثة اللي صارت له اليوم تألق الخيال بصراحة من بين الجياد الحمد لله رب العالمين طبعا رونان توماس خيال مبدع وخيال صراحة من أحسن خياله في قطر خيال ذو حنكة صراحة يعرف يتصرف اللحظات القاتلة ركوبه ركوب صراحة جيد على حسب الإمكانيات الحصان وإمكانيات الخيل اللي معاه كان ركوب ذكي منه صراحة في خصوصا في الأمتار الأخيرة أتمنى لك التوفيق في المشاركة القادمة وآخر لشوطك إن شاء الله الله يوفق إن شاء الله إذا ألف مبروك للسادة ألف مبروك للمتوجين والفائزين في هذا الشوط هذا اللي عندي يا أبو يوسف أرجع لك بالصوت الصورة عبد الله البدع ريسنج يمكن أسماء متقاربة شوي نوعا ما فشكرا جزيلا لك وكذلك الشكر موصول لإبراهيم المالكي على فوزه مع الجواد الجبلي في المركز الأول والخيال رونان توماس يستهلون هذا الفوز أبو علي كنت تتكلم عن هذا الشوط بشكل عام وقطعتك أبي أعرف رأيك في الشوط قبل أن تغلق الشوط الرئيسي والأخير لا اليوم مثل ما قلت لك
نشوف الخيل الثوربريت ما شاء الله عليه ابو سعيد، ما شاء الله عليه ابراهيم مالكي، ابدع اليوم باشواط الثوربريت، ابدع ابداع كلي يعني مو بسيطه الخيول، التنوع الخيول، اختيار ابراهيم بالاشواط وشلون الانتري اللي هو التداخيل واختيار الخياله موفق فيها واختيار صحيح. والحصان تبارك الله مثل ما قلنا الخيار رونان توماس خيال ذكي، عرف يخلي مركز الحصان ما راح في المقدمة ولا راح في الوسط ولا راح من آخر الخيول، حط حصانه المركز الثالث ومرتاح. تم قريب من المرشحين ولكن شوف لما ما لقى مكان ما حرك، يعني في ناس ما في مكان ويحرك، صحيح هو ما حرك، لما اجته الفرصة طلب الحصان، والسيدة طويلة ذكي أخر حصانه شوي لأنه مكانه صح ما نو متأخر، طلبه راح معه. ذكاء الخيال يعني، والحصان طبعا كواليتي الحصان أدت لفوز جميل، منافسة يعني جيدة كانت. نبارك للبدع ريسينج، نبارك لإبراهيم، نبارك للجميع، ألف مبروك لهم، ألف مبروك لكل من فاز في الأشواط اللي راحت، نقول حظنا وفرب اللي ما حالفه الحظ. مشاهدينا ومتابعينا الكرام طبعا من الشوط السابع للشوط الثامن والأخير والرئيسي يعتبر على كأس لفان للخيل المهجنة الأصيلة شوط مشروط على مسافة 2000 بمشاركة 13 من الجياد، ولكن أسماء قوية نخبة المشاركة في هذا الشوط. طبعا أبرز هذه الأسماء أبو يوسف الجمنت من الأسماء المميزة في هذا الشوط من سلالة بوفيتال، وكذلك عندنا بغداد السيد محمد بن حمد العطية من سلالة فرانكل، ويتش ووك من الأسماء القوية طبعا ملك عبد الهادي بن مانع الشهواني، أوتو بازير من الأسماء المرشحة في رصيدة كاس في آخر سباقاته، دبلو آي البطل اللي كلنا نعرفه من سلالة دباوي، أدميرال روس سهيل يعني مرخور من سلالة فرانكل، سي واي باي مي للسيد حسن عبد الملك أو المهندس حسن، وكذلك مشاركة سمو الشيخ محمد من خليفة بن حمد الثاني مع الجواد فرلاند، أعتقد أسماء قوية. وآخر أسماء زهبة ملك السيد محمد بن ناصر الرمزاني النعيمي، ويوسف مشاركة قوية، ولكن أنا من وجهة نظري الجمنت هو من يمكن أجهز نقول الأسماء، ولا نستهان يعني ما نستهين بالأسماء الثانية قوية كذلك. أكيد أبو يوسف وصلنا للشوط الأخير طبعاً، شوط على كأس راس لفان، الشوط ينقصها فقط نور عندك الهواء. عندك نقطة أنت صح قبل ما تكمل مشان نعم. أعرف ركز بالخيل عندي نقطة يا تعادل زين يا تعادل يا أروح عنك أنا مشان ما نبتدي وخليني ركز بالخيل هذا الشوط نقطين لا لا طيب علي سولي مثل امس زين ها الاشواط الرئيسيه نقطتين ترى سلي زمان عم بطلع خسران منه اذا يوافقك انا ما عندي مانع لا ما راح يوافق انا بعرف سالته له محمد الكامي الله يذكره بالخير وافق امس ما راح انا لا انا ما وافق الله يذكره بالخير ابو خميس قلب طيب والله طيب ابو يوسف زين ابو يوسف طبعا الشوط ينقصه نور الهواء اخوي حسين صحيح ما شاء الله نور الهواء فايز هذاك الاسبوع بطريقه نعم على مسافة 2000 متر طبعا بحضور حصان كلنا جواد مقرن ديك اوف داندي اعتقد نعم بعد من الاسماء اللي القويه نعم صحيح وفرنش كينج فرنش ايضا كينج نعم صحيح نعم دائما ما نلاقي هالخيل دائما تلتقي اللي هو دبليو اي ايضا اليجمنت نور الهواء فرنش كينج فرنش كينج في فرنسا هو يجي يشارك ويروح يشارك نعم ما شاء الله صحيح طبعا شوط كلنا ننتظره اغلب الناس تنتظر دبليو اي بكون ان دبليو اي هالموسم اول موسم له مع المدرب الجديد اللي هو مدرب الجديد طبعا مدرب مو جديد مدرب مخضرم اللي هو محمد حسين ابروز كان يدربه جاسم الغزالي صحيح نعم كان تحت تدريب جاسم لحد الان ملك خليفه بن شعيل الكوالي نفس المالك نفس المالك نعم بس الحصان صار تحت تدريب محمد حسين ابروز كلنا ننتظر نشوف دبليو اي ومستواه مع مدرب الجديد طبعا دبليو اي راح تكون اول مشاركه لها الموسم اتوقع اخر مشاركه لها كانت العام اعتقد نعم يوسف في 22/2 الحصان مهرجان سيدي سمو الامير سيدي سمو الامير نعم حل مركزه السابع خلف فرنش كينج
واللي قبلها ركض نفس الشيء في شهر 2 في 1/2 على مسافة 2200 مع نور الهوى، تغلب على نور الهوى فارق ربع طول. واللي قبلها ركض أيضا على نفس المسافة، مسافة 2000 متر، حل مركز أول، فارق يمكن رقبة عن اللي هو بازير. اليوم بازير حاضر، اليوم دبليو اي حاضر. هذا السهيل بيوسف اللي دخل وطلع على طول. نعم سهيل دائما من الخيل يروح على طول. نعم حصان دائما ما يكون نيرفس في البدك وعلى طول يودوا الستارت بدون خيال. مرخور ايضا حاضر، بيوسف اوتو حاضر، جلاكتيك برينس، سهيل، ادميرال. ادميرال هاي راح تكون ادميرال راوس طبعا رقم 7 مع المدرب علي يوسف الكبيسي، راح تكون ثالث مشاركه لها هالحصان المهر، مهر 4 سنوات عمره. بغداد ايضا حاضر، بيتش ووك حاضر، شوت كاس ابو يوسف، فيراندا ايضا حاضر، سيو باي مي هالمهر بن سيوني اتوقع من الخيل اللي راح تكون ايضا خطيره بالشوط. زهبة ايضا الحصان عند اخوي ابو ناصر. شوط يعني الاسماء اللي فيه ابو يوسف كلها يعني ما شاء الله تبارك الله اداها دائما تكون ما تكون حاضره في الاشواط. ونحن نتكلم اليوم شوط كاس، شوط على كاس راس لفوان ابو يوسف. نعم طيب ابو علي، اعتقد اسماء قويه مشاركه في هذا الشوط. الجمنت من سلاله بيفوتال يمكن من ابرز المرشحين، وذا بلو اي اول مشاركه له مثل ما قال بدر في هذا الموسم. ذا بلو اي من الخيل القويه، بطل يمكن في رصيده عديد من الجوائز والكؤوس، ما اعتقد ان حد يستهان في ذا بلو اي. لا ما شاء الله ذا بلو اي يعني حصان تبارك الله برصيده 20 اول ان شاء الله تبارك ماشا. الله اي يعني حصان طبعا تاني المرشحين، ترى تاني المرشحين مو بأليجمنت، تاني المرشحين بزير. بزير يعني ما شاء الله شفنا آخر مشاركتين له أول حتى راكد مع أليجمنت وضارب أليجمنت بالمشاركات الأخيرة. يعني بزير بحضور آخر المشاركات، حضور ما شاء الله عليه تفوق، وكان صعب أنه حد يقدر ينتزع منه الصدارة بالأمتار الأخيرة. حصان يعني عنده شراسة بالأمتار الأخيرة، يعني يقاوم ليوصل الفينش بطريقة غريبة تبارك الله. اي نعم، ولكن انت جيت على اليوم كواليتي غير علي وراك كلامك. جوات رقم 12 فرلندا ما شاء الله عليك مع ستيفاني أبيد وملك سمو الشيخ محمد بن والله اني انا ناطره يجي. كذلك من الاسماء اللي انا اشوفها لا يستهان فيها في هذا الشوط، اعتقد ستيفاني ابيدو اليوم شارك براسين لسمو الشيخ محمد. شوف مرخور وهذا الجواد. انت تكلمت كلام طيب، انا بقول لك شو القصه. الحصان هذا ركض ال 1600 نتائجه جيده، ولكن بال 2000 يعني على مسافه الشوط اليوم نتائجه افضل وافضل. افضل نعم صحيح، جاي ثالث ورا بزير يعني صح. يعني الحصان مسافه ال 2000 اعطاك اداء عالي جدا، اتوقع اليوم يكون يعني له كلمه اليوم. يعني حصان سلالة طيبة، تصنيفه 99 مو بسيط، شايل وزن 58.5، الأوزان أغلبها متقاربة طبعا. أغلب الخيل 60 كيلو إلا الخيل يعني في كم راس عندك شايل 58.5. ولكن نتكلم على زبلو آي. زبلو آي إذا اليوم بحالته الصحية وفي جهوز أتوقع هو فارق كبير عن الخيل. يعني ما نتكلم بلو اي، ذا بلو اي غير عن الخيل هاي ككواليتي وكأداء وكشفناه. عمره 8 سنوات، عمره 8 سنوات وباقي الخيل يعني أليجمنت عمره 7 سنوات مو بسيط. صحيح النقطة ان بلاد بوفيتال يركضوا على عمر كبير. يعني شفنا توبسي تيرفي صحيح امس فاز بالكاس عمره 8 سنوات على بوفيتال. على بوفيتال هذا مو، ولكن اليوم حالة الخيل منقرر. هذا الجواد بغداد كمان، بغداد من الخيول الخطيرة على فرانكل. بغداد له نتائج في رصيدة ميدالية في سباق رويال أسكوت، سباق الملكة في بريطانيا، فايز برويال أسكوت صحيح. يعني بغداد ملك السيد محمد بن خليفة عبد الله العطية، تدريب أبو ناصر هادي الرمزاني. بغداد دائما ما شاء الله عليه السباقات الأخيرة متطور. بغداد رجع، أنا أتوقع بغداد رجع. طبعا الميزة أولاد فرانكل عندنا في الدوحة يعني في أرضية الريان
ما أخذوا مثل باقي الخيل بسرعة على المضمار، أخذوا وقت لأتأقلموا على المضمار. ويجيك بعض الخيل يعني في خيل سنة كاملة ما تركض، في خيل موسمين تلاقيها ما فيها شيء بعدين ترجع. بغداد والجواد مرخور يعني اثنين نفس الفحل فرانكل اليوم بنشوفهم شاركوا. مرخول أول مشاركة له اجى دخول غير طبيعي حل مركز الثالث، اختفى كان جاي جديد كان جاي، ولكن نتمنى الخيل ترجع مثل ما كانت. بس بغداد نشوفه دائما يكون نيرفز شوي حار في البدك أبو علي، صدقني هو والشيل نفس الشيء يعني أعتقد على طول يودونهم البوابة يأخذون لهم لفة ويطلعون. صحيح كلامك، بعض الخيل تكون يعني ودك إنهم يعني تروح البدك أو بوابات انطلاقة دايركت على أساس ما تخسر طاقة في ساحة العرض أو تكون نيرفز بزيادة. صحيح كلامك، ولكن احنا نشوف ان اولاد فرانكل ترى مزاجيين يعني، حتى مرخور بنشوفه بوابة الانطلاق له حركات شفناه. الخيل هون يعني مثل ما قلت لك ليجمنت مرشح، بزير متألق اخر سباقين، اوتو الحصان عمر 7 سنوات عنده تطور اخر سباقين مو بسيط، جاي ثالث ورا نور الهوى يعني حصان لازم نحطه بالحسبان. زبلو اي نرجع نقول الخيل كله يعني شوف انا برجع بقول لك اذا بلو اي بحالته بصحته واموره اوكي صعب انه ينضرب يعني من الخيول اللي الى بصمه كبيره في مضمار ريان، ولكن باقي الخيل بين ليجامنت وبين بزير راح نشوف التطور من بغداد منافسه، راح نشوف من اوتو منافسه، هاي الخيل الاربعه متقاربه مع بعضها. الحصان اللي رقم 12 اللي تكلمت عليه انت فرندا ممكن يكون، لا ننسى الحصان سيو باي مي، سيو باي مي اتوقع اذا الحصان بعدين مسافه 2000 عنده بصمه الحصان صحيح. عنده يعني ركض بشوط كبير يعني ومرتاح راكب بشوط الفضي السيلفر فاتوقع هو الشلفه صح شلفه نعم اي يعني جاي. ولكن اليوم نرجع أشواط عنده أداء أول أول إيه هذا بغداد شوف هذا بغداد إيه سهيل وبغداد استثنوهم بوابة دايركت راحوا البوابة حالات فيستثنوها ويبعدوا عن المشاكل. وعلي شوف رجمنت ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله رقم واحد هذا تبارك الرحمن ذا بلواي انا اطلع بلواي تبارك الله لانه ايضا بغداد قدامنا كان على الشاشه ما شاء الله ما شاء الله بغداد شكله حلو صحيح حلو ما شاء حتى سهيل ترى وحتى سهيل نعم. بغداد ما شاء الله تبارك الله بغداد يعني بغداد عنده انتصارات برا بالاسكوت العريق يعني مو بسيطه بيتشوك قدامنا طبعا مع المدرب ستيفانو يبيدو شوط ابطال نعم اخر مشاركه على مسافه 2000 متر حل مركز ثالث خلف نور الهوى الحصان نشوف رقم 4 ابو علي اوتو اي أوتو ما شاء الله حضوره صحيح ابن ميداليا دورو طبعا مع الخيال اليوم نشوف ميكل جوزيه بيرتو راح يطلق البوابه الخامسه هذا مدرب اوتو ان شاء الله نتمنى له التوفيق اخوي ابو احمد حمد الجهني رقم 5 بازير ابرز المرشحين بالشوط ابو علي بازير ايه بازير اخر نتائج له جيده كانت نعم اول ثاني في اخر 3 مشاركات له اليوم نشوف طبعا مع الخيال متالق البيرتو سانا تبنى التوفيق ان شاء الله ابو سعيد ننتظر نشوف قدامنا اللي هو دبليو اي رقم 6 دبليو اي دبليو اي دبليو اي طبعا مع المدرب محمد حسين اول مشاركه راح تكون له الموسم مع الحصان مع الخيال جيسون واتسون ايضا اول مشاركه راح تكون له مع ابن دباوي اللي هو دبليو اي اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق 7 اظن انسحب اللي هو ادميرال راوس مع المدرب علي يوسف القبيسي صار في انسحاب في الشوط ابو يوسف رقم 7 انسحب 8 شوف رقم 9 ابو يوسف حصان الاشقر
ما شاء الله عليه رقم 9 جلاكتيك ابن دباوي، نعم مع مدرب جاسم الغزالي. نشوفه اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الله صانع شكت. ما شاء الله عليه، الله يبارك. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، نتمنى للمالك التوفيق شاهين خالد شاهين الغانم الغانم مع الخيال كارلوس هنريك. نشوف رقم 9 هذا هو قدامنا اللي هو جلاكتيك برنس، حصان في رصيده 5 انتصارات، تصنيفه 97 ابو يوسف. نشوفه اليوم مع الخيال كارلوس هنريك، راح يطلق البوابه 11. ما شاء الله الحصان حاضر وفي الفورما ما شاء الله. مرخور، مرخور طبعا اسمه الشيخ محمد بن خليفه بن حمد ال ثاني، طبعا انتاج ايضا مربط الشحانيه المهر ابن فرانكل على فوردا. نشوفه اليوم مع الخيال توماس لوكاسك، راح يطلق البوابه الثالثه. مرخور دائما ما يكون حاضر على هالمسافات، مسافه 2000 متر. 11 سيو بايمي هالمهر ابن سيوني، 4 سنوات عمره، تصنيفه 99. اليوم طبعا راح يكون مع فالح بغنيم مدرب سيو بايمي اللي هي دبي ماونتن. نتمنى لهم ايضا التوفيق. شعار الشحانيه خطير اليوم اكيد. فيراندا، اي نعم فيراندا ما شاء الله مع المدرب ستيفان يبيدو مع خيال ايطالي ستيفان عفوا ايفان روسي، راح نطلق البوابه السادسه. فيراندا نشوف اخر 3 مشاركات له كانت على 1600 مرتين، حل مركز 7 ورابع، ومره ركض على مسافه 2000 حل مركز 3 خلف بازير، فارق طولين ابو يوسف. اي يعني واحد هذا اللي هو فيراندا؟ فيراندا حتى حالته تبارك الله فارعا اي ما شاء الله. الجمنت ما شاء الله قدامنا ايضا من الخيل المرشحه، ثاني اقوى تصنيف في الشوط، او ثالث اقوى تصنيف، ثالث اقوى تصنيف في الشوط اللي هو بدر. اعتقد ان الخيل اليوم شوي محيره نوعا ما. هو كترشيح انا شفت جهوزيه صراحه، يعني كل الخيل جاهزه، كل الخيل جاهزه، احنا وصلنا كونديشن حلو ما شاء الله تبارك الرحمن، جهوزيه حلوه، اسماء قويه، سلالات عالميه، نتكلم عن سلالات فرانكل دباوي سيوني يعني بوفيتال، ف اعتقد ان اليوم راح نشوف منافسه قويه على كاس صحيح نفار. بيوسف خاصه نشوف 5 اسماء واربع اسماء يعني تحتار بينها صراحه، يوم تشوفها في البادوك ما شاء الله خيل حاضره وجهوزيه وكل شيء. نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع يا رب، عسى الله يوفقكم. طيب حصان رقم 3 تبارك الله اللي هو بيتشوك، سيد عبد الهادي بن مانع شواني ما شاء الله عليه، خطير تبارك الله. واللي لفت نظري كمان سيو باي مي، حتى اوتو حلو ترى، اوتو شكل اليوم ما شاء الله، اوتو يعني بطل يعني مو بغريب عليه، حضوره في اخر سباق في 2400 حل مركز ثالث خلف نور الهوى. نعم نعم صحيح. سيو باي مي انا اليوم شفته بحاله تبارك الله حلوه تبارك الله، يعني في حضور شفناش قبل الدباوي شوفها اي نعم مع بعض الاخوان مع بعض دبليو اي واللي هو جلاكتيك برنس. اتمنى لهم يا رب التوفيق ان شاء الله. ها ترشحوا؟ اي يلا اتفقوا. انا ارشح اول عادي برشح انا. خل ابو علي. يلا زين. شيت خل ابو علي. رشح ابو علي. يرشح الشوط اللي قبله. انا. معناته ترشيحي ترى مو يعني دائما انت يعني مو يعني انكم اعطيتوني ترشيح تفضلتوا يلا. يلا ابو علي استاهل الترشيح. كمان؟ استاهل الترشيح؟ الله يجزاك خير. دوري. يلا دوري. محتار وعلي محتار والله محتار والله ما لومك يا اخوي بيني وبينك انا صحيح بازير موجود والليجمنت موجود ولكن انا اللي عجبني رقم 3 وزبلو اي يعني ترشح راسي يعني ما ابو علي يلا ترى بنرشح عنك خلاص زبلو اي خلاص توكل على زبلو اي والله انه ترشيحه خطير زين اكيد يعني دبليو اي ما في عندك ايش رايك يعني ابو يوسف كنت تبي ترشحه اي والله كنت برشح دبليو اي دبليو اي ما شاء الله تبارك الله شفناه حاضر ما شاء الله نتمنى لهم التوفيق ما شاء الله المدربه طيب انا بعطيك حل تاخذه بالترشيح تاخذ هذا الحصان وتعطيني النقطه اللي اخذتها من شوي دبليو اي ايه بتاخذ دبليو اي بالترشيح والنقطه أوكي. اللي فزت فيها من شوي راعي صفقات موافق انا عادي على الصفقه هذه من صوبك يلا خلاص شيء رشحت انا دبليو اي يلا اختار ترشيح الثاني طيب ايش سالفه النقطه انا بعطيك النقطه تنازلت عنها اي تنازلت عنها يا اخي والله انك انت شلون اخذتها الشكل هذا راح معي يلا طيب اروح معمل هو على باله بقول لا خلاص خذ النقطه وعطني دبليو اي يلا ابو علي بس هذا نقطه الشوط خلاص دبليو اي الحين رشحها بدر لا حول الله هلا تغيرت كل شيء معنا عم تقلب الطاوله اي والله انا بروح مع
والله شيء خلاص. شوف اسمع بقول لك بازير ترى ما شاء الله كاس ترى اخر مره، وعندك الجمنتر رونان توماس وبسعيد ما شاء الله مبدع اليوم ما شاء الله. لا 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 تلخبطوني خلوني بتركيزي. يلا خلنا على كيف مع رقم ثلاثة بيتشو. والله ترشيحك مو بسيط خطير. طيب انا اروح مع الجمنت في هذا الشوط، والخطر القادم من اوتو. اوتو خطير انا ادري، لكن لا جواد رقم 9 ولا الدباوي لا، ورقم 12 فيراندا والله بعد الشعار اسمه الشيخ محمد من الشعارات القويه خطير. اذا كل التوفيق ان شاء الله لجميع المشاركين مشاهدينا ومتابعينا الكرام. شوط مهم، شوط قوي راح ينطلق بعد قليل اللي هو الشوط الرئيسي والاخير. كاس لفان المخصص للخيل المهجنه الاصيله، شوط من شروط على مسافه 2000 مشاركه ابطال، طبعا اسماء قويه مشاركه في هذا الشوط. طبعا راح نشوف معكم منافسه مميزه. ابو يوسف سيناريو هذا الشوط كيف راح يكون على مسافه 2000؟ شوط سريع ولا اكيد فيه حذر؟ اكيد راح يكون فيه حذر، نتكلم على مسافه 2000 متر بوجود جياد كلها عارفه بعضها البعض. اي مدرب يحاول انه يسحب الشوط اكيد الخيل مرشحه ما راح تروح وراه، كل يعرف مستوى الخيل اللي بتطلع قدام. الشوط اكيد راح يكون طابع الحذر غالب في الشوط بيوسف. اي نعم، خطط المدربين ابو علي تعليماتهم للخياله. يعني شوف عندك ستيفانو ابيدو المدرب الايطالي عنده 3 روس بالشوط. اي نعم. يعني مطلوب منه الخطه. طبعا هادي بن ناصر الرمزاني عنده راسين بالشوط، جاسم الغزالي عنده راسين بالشوط، ف الخطط هون يعني. وبعدين الشوط مسافة 2000 متر والخيول كلها مو بسيطة، يعني اللي كل الناس متأملة تكون من الخمسة الأوائل، كل شيء داخل متأمل يكون من الخمسة الأوائل. راح تكون خطة حذرة، راح نشوف حصان رايح بالمقدمة، نشوف معنا ابن فرانكل على طول له العادات هي اللي هو مرخور. ابن سيوني ابو يوسف سيو باي مي، سيو باي مي تابلو هالمهر ما شاء الله عليه. تكلمت عنه انا قلت لك اليوم حالته تبارك الله. رقم 7 كذلك المهر طبعا ادميرال انسحب. سحب نعم انسحب. اوكي 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 سحاب نعم، بس عمره 4 سنوات ما شاء الله حضوره طيب. جدا ممتاز، حصان دائما يأدي على هالمسافه ابو يوسف. نقول كل التوفيق ان شاء الله لهم. ابو علي عندك تعقيب على هذا الشوط قبل ان انتقل؟ لا 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 لا. طيب نقول كل التوفيق لهم ان شاء الله مشاهدينا الكرام، نتابع معكم مجريات الشوط الثامن على كاس لفان للخيل المهجنه الاصيله. السيد حمد احمد الجهني، ايضا عندنا الجواد اللي هو بغداد حاصل على انتصارين على مضمار الاسكوت في المهرجان الملكي مهرجان رويال اسكوت. أدميرال روس يا سادة مربط إنجاز، كيف راح يكون اليوم أدميرال روس؟ جواد بطل عنده صولات وجولات على المضامير الأوروبية، يعود اليوم مع تدريب السيد علي يوسف الكبيسي. سهيل سهيل مشاركتين في هذا الموسم سادس ثامن. سهيل للعلم حصل على المرة على المركز الخامس في سباق سيدي سمو الأمير سنة 2019، يعني قدم أداء ذاك اليوم أداء خيالي. أنا ذاك فاز الجواد اللي هو فرنش كينج حصل على المركز الأول، دبلو أي كان في المركز الرابع، وسهيل حصل على المركز الخامس. ابن جاينت كازوي جالاكتيك برنس الحاصل على المركز الثاني سنة 2018 في سباق جائزة قطر الذهبية، كأس قطر الذهبي آنذاك. بازير بازير موجود اليوم، بازير ثاني أول آخر 3 مشاركات له، مشاركة واحدة في هذا الموسم في كأس برزان حصل فيها على المركز الأول، يعود اليوم مع ألبرتو سنة. تمنياتنا إن شاء الله بالتوفيق للجواد اللي هو بازير. أليجمنت أليجمنت موجود اليوم، أليجمنت للسيد خليفة بن شعيل الكواري يتواجد وبقوة في وضع جميل الصراحة اليوم. أليجمنت شوط قوي، شوط يصعب فيه الترشيح، ولكن الكل عارف إذا هذا الجواد يظهر معنا على الشاشة هنا رقم 6 الجواد اللي هو دبلو آي، إذا كان جاهز
ما عندنا ولا جواد في قطر يقدر عليه. هذا الكلام خالصين منه. هنا الجواد رقم 6 دبليو اي. هنا هنا حل سطير في المضمار العشبي. هنا دبليو اي. اذا هذا الجواد في وضعه ما عندنا جواد في دولة قطر يقدر يفوز عليه. هذا الشيء اعتقد الكل يتفق عليه من مدربين وملاك وخياله. دبليو اي بن دباوي والام سونيفا. جواد ابن الثمان سنوات. المنافس الوحيد له اللي هو نور الهوى اللي أساد مزرعة الوسمية. بيتشوك اللي عبد الهادي مانع الشهواني. هنا أليجمنت رقم 1. رقم 10 مرخور ابن فرانكل يتواجد اليوم أيضا. الجاد تأخذ مواقعها الآن في بوابات الانطلاق استعداداً للانطلاقة الختامية لهذه الأمسية كأس رأس لفان. بغداد للسيد محمد بن حمد العطية. بغنيم مع سيو باي مي. يتواجد الآن سيو باي مي. أوتو لحمد الجهني الآن إلى البوابة أوتو. وأيضاً بغداد إلى بوابات الانطلاق. الجهة جاهزة. أندروف أيها السيدات والسادة أيها الحفل الكريم. ينطلق الآن الشوط الختامي كأس رأس لفان مع انطلاقة موفقة لأغلب الجياد ودبلو آي المرشح الأول في وضع ممتاز. الصدارة والمركز الأول مع سيو باي مي للمهندس حسن علي العبد الملك على صدارة هذا السباق. المركز الثاني والتقدم يأتينا من قبل بازير لعبد اللطيف حسين العمادي في ثاني المراكز. المركز الثالث سهيل للسيد خالد راشد المهندي على المركز الثالث. دبليو اي في المركز الرابع حاليا لخليفة بن شعيل الكواري. خلفه تماما خطوة بخطوة أوتو للسيد حمد الجهني في تقدم جميل. والتقدم يأتينا خلفه تماما لبيراندا لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني. من الجهة الداخلية المركز السابع حاليا الجواد اللي هو بغداد. من ناحية السياج على يمينه أشاهد الجواد أليجمنت خلفه تماما مرخور. وخلف مرخور أشاهد زهبة والجواد جالاكتيك برينس. عودة للصدارة وعودة إلى المركز الأول حالياً. المركز الأول لا يزال مع سيو باي مي اللي سحب الشوط سحب قوي للأمانة للمهندس حسن علي العبد الملك على المركز الأول. المركز الثاني بازير في تقدم جميل مع عبد اللطيف حسين العمادي ولو أني أشوفه نوعاً ما بدري. المركز الثالث يأتينا من خلال الجهة الخارجية الجواد سهيل ودبليو آي. في المركز الرابع حالياً لا يزال في وضع جميل أوتو. في المركز الخامس في وضع اليد حتى الآن لحمد أحمد الجهني. المركز السادس يأتينا فيراندا سابعاً أشاهد أليجمنت. ولكن دبليو آي لا يزال في وضع اليد في وضع رائع. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. من سيكون الفائز بكأس رأس لفان؟ الصدارة والمركز الأول حاليا مع الجواد اللي هو سيو باي مي على المركز الأول وعلى الصدارة. دوازير في المركز الثاني. دبليو آي في المركز الثالث. دبليو آي قادم. سيو باي مي على المركز الأول. أوتو خامسا ولكن سيو باي مي على المركز الأول. بازير ثانيا. دبليو آي ثالثا. الصدارة والمركز الأول. سيو باي مي. سيو باي مي. سيو باي مي. إلى كأس رأس لفان. أيها السيدة والسادة. أيها الحفل الكريم. طالع بغنيم دبي ماونتن حسن عبد الملك إلى كأس رأس لفان بصدارة رائعة. ناموس مبروك بو علي. مبروك بو علي. يهنيك على هذا الفوز.
مبروك لسيو بايمي الذي يخطف الصدارة ويفوز بكأس رأس لفان بقيادة رائعة من الخيال فالح بغنيم. المحاولة جاءت من قبل الجواد بازير والمحاولة جاءت من دبلو آي وأليجمنت وأوتو، ولكن الصدارة المركز الأول واير تواير من الانطلاقة حتى النهاية إلى هذا الجواد الأزرق سيو بايمي إلى كأس رأس لفان. إذا تابعنا معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام مجريات هذا الشوط، الشوط الثامن على كأس لفان للخيل المهجنة الأصيلة. ألف ألف مبروك للسيد المهندس حسن عبد الملك بفوزه في هذا الشوط بكأس لفان مع جواد سيو باي مي. ألف مبروك له من سلالة سيوني مع المدربة دي بي ماونتن والخيال فالح بوغنيم. ألف مبروك لهم ناموس ويستاهلون هذا الفوز، فوز مستحق. إذا أعتقد أن الجواد بطل، ولكن مفاجأة بالنسبة لنا ما شاء الله تبارك الرحمن بفوز سيو باي مي. أبو علي، إحنا ما نختلف على أن جواد عنده إمكانيات من سلالة عريقة، ولكن ما توقعت صراحة هذا الفوز بفارق أطوال عن منافسينا. والله يا سلطان أنا تكلمت لك اليوم الحالي اللي عليها تبارك الله فارق اليوم، فارق يعني تكلمنا، ولكن اللي فارق اليوم صدقني فالح البغنيم. أنا شفت عقب طارت من المنصة، كتب طارت من المنصة ما شاء الله. فالح بغنيم عمل فارق كبير صدقني، يعني ما تنازل داخله على الخيل، ولكن تبارك الله الحصان عنده امكانيه، الحصان عنده قوه، ولكن فالح ما استسلم وحارب. انا بالنسبه لي شو اللي صار في هذا الشوط ابو علي؟ الشوط الله يسلمك الكل طلع حذر، طلع سريع، لا طلع خفيف الشوط، ما طلع حذر على قوه الخيل، طلع خفيف الخيل توب. هي تكلم انت فالح اخذ لا الخيل كله ما طلعت، اي نعم راح. شوف هذا ذكاء، يعني اخذ خطوه ذكيه، عمل فارق بسيط بينه وبين الخيل، لان الكوع طويل بين ما الخيل ترى الخيل يعني لما تجيك كدخول تجيك تدريجيا، ما تعطيك يعني لا نقول عاميا الجير الخامس على طول. بس لا ابو علي ترى هذا الستايل اللي يفوز فيه دائما سيو بايمي، دائما يطلع صدقني راسه يواصل. بس اليوم صراحه عمل فارق كواليتي الخيال فالح بغنيم، صراحه ابدع مع سيو بايمي. حصان خذ حقه، صح انه طلع ليد بس خذ حقه في الكوع انه ياخذ نفس ويعطي فينش. ابو يوسف سيو بايمي انظر لي بعيني ولا تقريبا اي نعم شو انظر بعيني لا يعني شوفني انظر الي انظر او شوفني تقريبا صحيح اي نعم. انظر الي يعني والله ما ادري اي اخر شيء مي انا يعني هي انظر الي فهم سيو باي مي صحيح انظر الي نعم. المهم الله يسلمك فالح والحصان والمفاجاه دبي مونتن وحسن عبد الملك الفريق هذا خدمهم هذا الشوط او سرعه الشوط خدمت هذا الجواد ابو علي. شوف مضطرين الناس ما تسرع بهذا الشوط، خيل كواليتي صحيح. ذا بلو اي بطل، ولكن بلو اي ما شارك اول مشاركه له، حل المركز الثالث بزير مشارك، حتى هو سيو باي مي ما شارك الموسم صحيح اول مشاركه له اول مشاركه صحيح. ولكن تبارك الله عمل فارق كبير، هو بدايته بعمر 3 سنوات كان بطل صحيح.
نحن نعرف انه حصان اجى. طيب ابو علي اسمح لي ولا اقطع كلامك الا بالخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام طبعا للحديث اكثر عن هذا الشوط خلونا ننتقل الى زميلي صالح الانصاري ابو عبد الله. اذا فوز مستحق للسيد المهندس حسن عبد الملك. نعم ابو يوسف فوز مستحق سي يو باي مي فوز في كاس راس لفان ثامن اشواط هذا المساء معي المهندس حسن علي عبد الملك نرحب فيك على قناه الكاس. فوز مستحق فوز ما شاء الله يعني بين اسماء قويه ومرشحه كانت في من خلال هذا الشوط. الله يبارك فيك والله يجزيك خير يا اخوي. اعتقد هذه صفه الخيول الموجوده في المستوى هذا في المسافه هذه. صراحه الفوز كان مفاجئ بالنسبه لي. اول الحصان مر في شويه معاناه صحيه فتره الصيف بدايه الموسم. اول سباق ذي له وفي نظري كان المفروض يكون سباق تجهيزي للشيخ محمد في او الشيخ عبد الله بعد اخر الشهر. صراحه سبرايز انا متفاجئ البرفورمنس الركضه ركضها الحصان ما شاء الله تبارك الرحمن يعني. القادم لسي يو باي مي. اذا الله يسر والحصان ان شاء الله ساوند بيكون نهايه الشهر في كاس الشيخ عبد الله واعتقد بنلاقي نفس الخيل الموجوده ما عدا يمكن نور الهوى بالاضافه لهم. صفه الخيل يعني والفوز والخساره وارده في المسابقات مثل هالنوعيه. الله يبارك لك فيه ونتمنى لك التوفيق في قادم السباق. مشكور يا اخوي مشكور الله يسلم عليك. اذا الف مبروك الفوز بكاس راس لفان اخر اشواط هذا المساء المهندس حسن علي عبد الملك سي يو باي مي. هذا اللي عندي يا ابو يوسف ارجع لك بالصوت والصوره. نعم زميلي صالح الانصاري ابو عبد الله شكرا جزيلا لك وبيض الله وجهك وكل الشكر والتقدير للسيد المهندس حسن عبد الملك. الف مبروك له على فوز جواده. ابو علي يستاهل كل خير طبعا ومبروك له بفوزه بكاس لفان الخيل المهجنه الاصيله. اعتقد بدر سمعنا لقاء السيد المهندس حسن عبد الملك مفاجاه بالفعل انا اشوفها مفاجاه يعني يمكن تكلم قال الشوط تحضيري ما شاء الله تبارك الرحمن اذا تحضيري يضرب هذه النخبه من الخيل بفارق اطوال اتوقع له باذن الله اذا استمر على نفس هذا الاداء راح يكون رقم صعب في السباقات الكبيره القادمه. اكيد ابو يوسف اول شيء طبعا راح نبارك للمالك المهندس حسن علي عبد الملك العبد الملك ما شاء الله دائما ما ينتقي خيره الخيل صراحه من برا ويشتري باسعار جدا طيبه ويجيب احسن السلالات. شفنا سي يو باي مي هالمهر صراحه تالق في هالشوط. اخوي حسن ابو علي تفضل قال لنا شوط تجهيزي لهالمهر ما شاء الله تبارك الله يعني على هالاداء والحصان بعده مو بجاهز 100% اكيد ان شاء الله في الايام الجايه راح يعطي اداء افضل من كذا. ابو يوسف صراحه ذكاء من الخيال فالح بغنيم من البداية صدر الحصان شاف البيس شوي نوعا ما انه بطيء قال انه عادي بصدر الحصان وعلى هالبيس الحصان ما راح يتعب راح يكون عنده فنش وبالفعل ما شاء الله تبارك الله الحصان ما شاء الله جاء في السيدة ما شاء الله وعنده ما يقدمه بعد يعني كان اللي بالقرب منه اللي هو بازير بس يظل سي يو باي مي كان عنده ما شاء الله نفس انه يواصل. نبارك لهم صراحة على فوز هالمهر الطيب. أخوي حسين تعلق شيء على لا أنا والله كلنا سعيدين بالفعل للمالك حسن عبد والله الملك والله أنا فرحان والله أبو علي يستاهل والله أكيد يستاهل. يعني شوف فرحته بالمفاجأة تيسير رب العالمين هذا الفوز أحلى جي حسين لما تكون مفاجأة صحيح نعم. ولكن المفاجأة على هي الخيل تبارك الله أول شيء نحمد الله الحمد لله. ولكن اداء شوف 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 فالح انا بالنسبه لي ابدع بهذا الشوط صحيح ابدع بهذا الشوط قاتل ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه حتى وضعيته على الحصان يعني ما شاء الله عليه. شوط مو بسيط شوط قوي من النخبه الاولى من الخيول قطر صحيح. وعندك خيول جاهزه وراكضه اغلبها راكضه يعني عندك زبلو اي اول مره يركض اجى المركز الثالث وهو سي يو باي مي اول مشاركه له من حلف المركز الثاني بازير بازير نعم. بازير بازير مشارك هذا الموسم مشاركتين تقريبا او ثلاث لا ثلاث مرات لا مشاركه وحيده بازير في شهر 11 5 11 حل مركز اول على مسافه 1600 صحيح هاي المشاركه بازير صحيح مشاركة بس ولكن عن ولكن جاي بالمركز الأول حسين تكلم عن نقطة مهمة عن فالح أبو غنيم اقتنص يعني فعلا الصدارة بذكاء
فالح اعتقد اليوم ما حد يستهان فيه من الخياله لا الاجانبي لا الاجانب ولا حتى القطريين، فقدر انه يتعامل مع هذا الشوط. شوف الشوط بيسه يعني بطيء، قام سرع شيئا فشيء الين قدر انه يظفر بهذه الصداره. مشاهدينا ومتابعينا الكرام طبعا نشاهد هذا التتويج مع السيد عبد الله كبيسي والخيال القطري والجوكي فالح ابو غنيم. كفو والله، ألف مبروك، يستاهل هذا الفوز. فالح يعتبر من الصفة الأولى ما شاء الله، فالح من الخيالة شارك في سباقات أوروبية عديدة. نعم. يعني وأنا قد شفت له سباقات وخاصة على مضمار جودوود، وهذه المدربة ديبي ماونتن. مبروك، يستاهل هذا الفوز. وسيد المهندس حسن عبد الملك يستاهل أبو علي هذا الفوز، ألف مبروك، وإن شاء الله دائما ما احنا نشوفه على منصة تتويج. يستاهل مع الجواد سيو باي مي اللي قدر انه يظفر بصدارة هذا الشوط من سلالة سيوني، ألف مبروك لهم. طبعا نشوف المدرب والمالك والخيال وابناء المالك، وهذه صورة لهذا الجواد ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك له، ان شاء الله يستاهلون هذا الفوز، فوز مستحق، وان شاء الله نشوفه في السباقات الكبيره القادمه. اعتقد هذا الجواد راح يكون له، راح يعملوا له 4000 حساب بحكم مشاركته هذه اللي احنا شفناها وعلى هذا الاداء المميز. اذا الف مبروك لكل من فاز في هذه الاشواط، نقول حظنا اوفر باللي ما حالف الحظ. مشاهدينا ومتابعينا الكرام وصلنا لختام تغطيتنا لهذا اليوم، لا يسعني الا شكر الضيوف اللي رافقوني طول هذه التغطيه اللي هو المدرب الغدير سيد حسين عاشور. هارد لك على النقاط اللي راحت ابو علي. انا فايز اليوم يا اخوي، انت اخذت نقاط الريال وراحت عليك بعد افلس، لا ترشح. لا هو باع لي اياها بيع، نازلت على الحصان وراح. كذلك الشكر موصول من سلطنه عمر الشقيقه لسيد بدر البلوش ابو يوسف، شكرا جزيلا لك، استمتعنا اليوم في هذه السباقات. مشاهدينا متابعينا الكرام ان شاء الله راح نكون معاكم على موعد يوم الاثنين او عفوا يوم الثلاثاء القادم الساعه 10:30 في برنامج المضمار، راح نتكلم عن هذه السباقات بشكل تفصيلي اكثر واكثر. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في امان الله.